طيب، السلام عليكم. نبدأ المحاضرة. المرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على الـ Clock and Data Recovery، واتكلمنا على أول أنواع من أنواع اللوبس، اللي إحنا قلنا هنعمل تصنيفات مختلفة. يعني قلنا أول تصنيف هنصنفه لوبس بتستعمل Linear Phase Detectors. مش كده؟ هنبدأ النهاردة نتكلم على الـ Non-Linear. فبس كده، إيه a quick overview، يعني comparison كده كانت منشورة في بيبر، مش عارف الريفرنس يمكن مش هنا، كان موريك الاكس اكسس، بيوريك يعني مع الزمن الدنيا ماشيه ازاي، والواي اكسس بيوريك الداتا ريت ماشيه ازاي، بس بينورمالايز الداتا ريت ريلاتيف للايه؟ للاف تي بتاعت التكنولوجي. يعني طبعا كل ما بتروح تسكيل التكنولوجي، تروح للتكنولوجي فيتشر لينث اقل، الاف تي بتاع الترانزستور بتعلى، وبالتالي السبيد بتاع الترانزستور بيعلى، فتقدر تديزاين سي دي ارز واوسيليتورز، والديجيتال بيشتغل عند فريكونسيز اعلى. يعني فهو عشان كده بينورمالايز ريليتيف لايه؟ للاف تي بتاعت الجيفن تكنولوجي نود، يعني عشان يطلع من المعادله دي الديفرنت نودز. فاهم؟ طيب، فايه اللي هو بيوريه لك هنا؟ بيوريك كل السي دي ارز اللي اتنشرت في السنين دي. المهم من الرسمه دي ترند، يعني طبعا هي واقعه من زمن، من سنه 2002، بس هي الفكره بتوريك الترند ماشي ازاي، سواء مع الزمن او مع الداتا ريت. فالترند ده هتلاقيه مازال كونسيستنت. ايه هو؟ ان الداتا بوينت بالاحمر دي السي دي ارز اللي كانت منشوره مستعمله لينير فيز ديتكتورز، يعني بيزد على بي ال ال، والبي ال ال مستعمله لينير فيز ديتكتورز شبه اللي اتكلمنا عليها في الايه، في المحاضرات اللي فاتت. طب ايه اللي بيحصل لو جيت تبص مع الواي اكسس؟ كل ما انت عايز تعلي السبيد او الداتا ريت، لا، الناس بتبطل تستعمل اللينير فيز ديتكتور، وبدات عشان تبوش سبيد اعلى من 0.4 الداتا ريت ريلاتيف للاف تي، بدات الحاجات المشهوره كلها تستعمل ايه؟ اللي احنا بنسميها البانج بانج كي ال ال، اللي هي النون لينير كي ال ال، او النون لينير سي دي ار بنتكلم عليها النهارده ان شاء الله. تمام؟ ونفس الكونكلوجن مع الزمن. يعني هو تلاقي ايه، الريسيرش بدا زمان، الناس كل تركيزها على ايه، البي ال ال او السي دي ارز البيزد على البي ال ال بتستعمل لينير فيز ديتكتور، وبعد كده بدا الانترست يموف توردز ايه، النون لينير سي دي ارز. وهنشوف ليه بقى المزايا بتاعتها اللي هنتكلم عليها دلوقتي. خلاص، غير كده لو تاخد بالكم جنب كل ريفرنس مكتوب معلومه ثانيه. في بعض الريفرنسز مفيش جنبها قوس، وفي بعضها في قوس 2x او 4x او 8x، قصدي اللي هنتكلم عليها في اخر بقى المحاضره النهارده، اللي هو بيستعمل مالتي فيز كلوكينج، عشان بدل ما يبقى فول ريت اركتكتشر، يعني الاركتكتشر اللي مفيش جنبها رقم دي شغاله فول ريت، يبقى البي سي او بتاعه شغال عند نفس الداتا ريت. يبقى هو شغال مثلا هنا عند واحد من 100 من الاف تي مثلا، والايه ده نفس الفريكونسي بتاع البي سي او بتاعه. فاللي انت هتاخد بالك منه برضو ان ايه، كل ما بتبقى عايز تبوش السبيد لفوق، مضطر انت تسويتش لايه، لمالتي ريت سي دي ار، سواء بقى هي هاف ريت او كورتر ريت او 8 اكس وهكذا، وهنتكلم عليها بقى في المحاضره دي ان شاء الله ليه بيعملوا كده يعني. طيب، فدي كونكلوجن بس من الايه، من الستادي دي اللي هو كان عاملها في البيبر يعني. طيب، تعالى بقى نتكلم على الايه؟ عن نون لينير فيز ديتكتور. ازاي هبني فيز ديتكتور يبقى نون لينير، وايه بقى المزايا والعيوب بتاعته؟ طيب، فالاول حاجه هفكر فيها، ازاي هعمل سيركت تجنريت ان اوتبوت يبقى بروبورشنال، مش بروبورشنال بقى لان هو مش لينير، يديني انديكيشن عن الفيز ديفرنس. تمام؟ سواء انت ايرلي او ايه؟ ليت. طب مين الايرلي ومين الليت؟ انا يهمني دايما لو احنا مثلا شايفين في الرسمه دي علاقه الايه؟ الكلوك بالديتا. تمام؟ ف
فلو اتفقنا يعني ان انا دايما بحاول اخلي السي دي ار بتاعتي السنتر الرايزنج ايدج بتاع الكلوك في نص الداتا اي، فكأن السيناريو ده ايه؟ الكلوك از ايه؟ از ايرلي، مش كده؟ ليه؟ لان لو الرايزنج ايدج في النص يبقى المفروض الفولينج ايدج يبقى مع الداتا ترانزيشن، فيبقى هنا انا عندي الدلتا فاي في الاتجاه ده والكلوك هي اللي جايه ايه؟ بدري. فالسيناريو ده هو الكلوك از ايرلي او الكلوك ليدز الايه؟ ليدز الداتا، تمام؟ والسيناريو الثاني ده العكس، ان الكلوك جت ايه؟ متاخره، البوزيتيف ايدج جه متاخر، فالدلتا فاي هنا قلبت البولاريتي بتاعتها. فحسب بقى انا هتفق معاك تعريف الدلتا فاي مين ماينس مين، ممكن مثلا يبقى ده النيجاتيف دلتا فاي وده الايه؟ البوزيتيف دلتا فاي، تمام؟ يبقى السيناريو ده عكسنا، بقت الكلوك از ليت، فيبقى الكلوك هي اللي بتلاج الايه؟ الديت. طب لو جيت تتخيل ان انا قلت لك تعالى نفكر في فيري سمبل فليب فلوب كده، بس بدل ما انا هدخل الداتا على الدي انبوت والكلوك على الكلوك، ده الدي فليب فلوب، هعكسها خلاص، هدخل الكلوك هي اللي على الداتا انبوت، الداتا بورت بتاع الفليب فلوب ده، فده ايدج تريجر فليب فلوب بيشتغل على الرايزنج ايدج، تمام؟ بس مين اللي بيسامبل دلوقتي؟ الداتا هي اللي بتسامبل الكلوك، تمام؟ طب تعالى نتخيل في الوضع ده ايه اللي هيحصل. لو انا جيت في السيناريو ده خلاص اللي هو اتفقنا ايه؟ الكلوك هي اللي بتليد، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ مع كل رايزنج ايدج للداتا هسامبل ايه؟ لو ولا هاي؟ هسامبل دايما لو، صح؟ ليه؟ لان الكلوك هي اللي اتشفتت في السيناريو ده ايه؟ شويه شمال، فدايما مع اي رايزنج ايدج دايما هاجي ايه؟ اسامبل ايه؟ اسامبل لو، فاجي الاقي الدايره دي هتطلع لي الاوتبوت بتاعها دايما لو، تمام؟ على عكس السيناريو الثاني ده، لو الكلوك هنا هي اللي جت ليت، يبقى لما تيجي تسامبل الداتا بالكلوك دايما كل مره هتقابل ايه؟ هاي، فدايما الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده زي ما هنشوف ان هو فيز ديتكتور فعلا هيبقى ايه؟ هيبقى هاي في السيناريو ده، تمام؟ يبقى لو الدايره دي فيز ديتكتور يبقى هي مره طلعت لي في السيناريو ده هاي لما ايه؟ لما الكلوك لاج، والسناب ده ايه؟ لما الكلوك ليد طلعت لي ايه؟ لو. فكانها فيز ديتكتور بس المره دي بيديتكت ايه؟ البولاريتي بتاعت الفيز، يعني الفيز بوزيتيف ولا الفيز ايه؟ نيجاتيف، يعني هل الداتا هي اللي سابقه زي السيناريو ده ولا الكلوك هي اللي سابقه زي الايه؟ زي السيناريو ده. فعشان كده بنسمي الفيز ديتكتور ده ايه؟ زي ما هنشوف دلوقتي نون لينير. ليه نون لينير؟ لان لما نيجي نفهم بقى الكاركترستكس بتاعته هتلاقي فيها نون لينيرتي عاليه جدا، لان هو بيديتكت الفيز بس، مش البولاريتي بتاعت الايه؟ الدلتا فاي، مش بيديتكت الماجنتيود بتاعها، يعني ما يقدرش من الرسمه دي الكلوك ايرلي بقد ايه، صح؟ لكن هو يقدر يقول لك بس هي ايرلي ولا لا. نفس الكلام بالنسبه للايه؟ بالنسبه للليت. فالفكره بس الناس تاخد بالها منه ان الفيز ديتكتور ده ليه كام ستيت للاوتبوت بتاعته؟ تو ستيت بس، يا ايرلي يا ليت، من غير ماجنتيود انفورميشن، تمام؟ طيب لو جيت بقى قلت لك نرسم الكاركترستكس، فاقول لك خلاص لو عرفت الدلتا فاي دي حتى زي ما اتفقنا مين البلس ومين الماينس، فانا عرفت ان البولاريتي بلس اللي هي كلوك لاجز الايه؟ الكلوك لاجز الديتا، اللي هو انهي سيناريو؟ اللي هو السيناريو ده، مش كده؟ الكلوك هي اللي متاخره، طيب السيناريو ده كلوك لاجز الديتا، فكان الدلتا فاي انا هقيسها تعرفها الايدج ده ماينس الايه؟ الايدج ده، فيبقى هنا البولاريتي بتاعتها بوزيتيف، تمام؟ يبقى الناحيه الثانيه الدلتا فاي نيجاتيف، فيبقى طول ما الدلتا فاي بوزيتيف الاوتبوت بتاعي ايه؟ لوجيك 1 او هاي، تمام؟ طبعا في الحقيقه زي ما هنتكلم دي هتبقى ديفرنشال سيجنال، احنا دلوقتي بريبريزنتد بايه؟ بسنجل اندد سي موس فليب فلوب، ده مش هيبقى ريل سيناريو، الفليب فلوب ده في الحقيقه هيبقى بعد كده هيبقى ديفرنشال سيركت، فالاوتبوت بتاعه مش هيبقى لوجيك، يعني تعريف لوجيك هاي ولوجيك لو هو الديفرنشال فولتجز، بتديك ايه؟ بوزيتيف فاليو او نيجاتيف فاليو حوالين كومن مود، عشان طبعا يبقى هاي سبيد فليب فلوب يعني. بس كونسبتشولي بس احنا بنرسمها هنا از ايه؟ سي موس لوجيك ليفل 0 1. خلاص لو جيت ارسم زي ما اتفقنا الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده في السيناريو للدلتا فاي في بوزيتيف اللي هي كلوك لاج زي اللي عرفنا على اليمين، الاوتبوت هيطلع ايه؟ دايما هاي، مثلا نفترض ان هو بوزيتيف فاليو. طب العكس الدلتا فاي نيجاتيف الكلوك ايه؟ اللي هي النيد طلع الاوتبوت نيجاتيف،
خلاص نيجاتيف بوزيتيف اللي اتفقنا بقى ايه الاوتبوت في الحقيقه اس ديفرنشال ايه ديفرنشال سيجنال فيديني فاليو هنا بوزيتيف وفاليو هنا نيجاتيف. طب ليه سمينا بقى الكاركترستكس طبعا بتاع الفيز ديتكتور دي واضح انها بقت ايه نون لينير ما بقتش لينير فيز ديتكتور زي اللي كنا اتكلمنا عليه المحاضره اللي فاتت ان كان زمان اللي كنا بنتكلم عليه كان الاوتبوت علاقته ازاي بالدلتا فاي خط مستقيم جدا صح لا انا دلوقتي بقيت فيري نون لينير عندي جين عالي جدا قريب من الايه من الصفر ده مش ده معنى الكيرف ده ان الفيز ديتكتور ده عنده انفينيت جين عند الدلتا فاي قريبه من ايه من الصفر ودي ليها ادفانتجز هنشوفها ايه كمان شويه خلاص طيب بس ايه اللي بيحصل للجين اول ما ببعد عن الدلتا فاي بتاعه صفر يعني اول ما يبقى فيه فاينايت فيز دريفت الفيز ديتكتور الجين بتاعه بيبقى كام صفر خلاص عادش ليه جين صح لان السلوب بتاع الخط ده بايه بيساوي صفر عشان كده بنسمي النوع ده من البيهيفير بانج بانج فيز ديتكتور او عنده بانج بانج كاركترستكس لان الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور بيحتمل حاجتين يا اما بيريل على البوزيتيف سايد يا اما بيريل على الايه على النيجاتيف سايد عشان كده الاسم الشائع ليه هو بانج بانج فيز ديتكتور اللي هتلاقوه في الايه في الليترشر يعني تمام مجرد بس ما يبقى هنا او ما يجيله فيت شيفت بسيط جدا هيقلب الايه البولاريتي بتاعته على طول طيب ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ انا هاخد الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده مش كده؟ زي ما اتفقنا الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده هو اللي بيعرف لي الكلوك لاج ولا كلوك ايه؟ ليد. طب يبقى هعمل بيه ايه بقى عشان اقفل اللوب واخلي الكلوك ترجع تتراك الداتا؟ هاخد الاوتبوت ده اعمل بيه ايه؟ ادرايف بيه الفي تي او. صح فايه اللي يحصل؟ لو كلوك لاج الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده هيبقى ايه؟ بوزيتيف. فالبوزيتيف ده لما يخش على البي سي او يعمل ايه في الفريكونسي بتاعت الاوسيليتور؟ يعليها. طب الفريكونسي بتاعت البي سي او لما تعلى يبدا ايه يحصل ايه للفيز بتاع الكلوك؟ ها؟ تبدا تسبق وتحاول تحصل الايه؟ الداتا لان هي اصلا بادئه متاخره. والعكس لو هو السيناريو بتاعي ان الكلوك هي اللي ليد هي اللي سابقه. صح؟ فهدخل على البي سي او بتاعي فولتج بالنيجاتيف. يبقى يحصل ايه الفريكونسي بتاعته؟ تبدا تقلل الفريكونسي بتاعت الفي سي او فيبدا الفيز يحصل له ايه؟ بالتدريج يرجع لورا لحد ما ايه؟ ما الكلوك بعد ما كانت سابقه ترجع تالاين تاني مع الايه؟ الداتا بتاعتي. فهو ده اللي هعمله عشان اقفل بعد كده الايه؟ اللوب بتاعتي. خلاص؟ فده هيبقى شكل الايه؟ الفيرست اوردر سي دي ار اللي بتستعمل النون لينير فيز ديتكتور اللي بالمنظر ده اللي هو البانج بانج فيز ديتكتور. بس طبعا ال سي ار دي فيري سمبلستيك فيو خلاص هنتكلم بقى ليه فيري سمبلستيك فيو ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه ان الاوتبوت الفليب فلوب الاولاني ده هو الفيز ديتكتور بتاعي البانج بانج فيز ديتكتور بتاعي الاوتبوت ده هو اللي هيدرايف الفي سي او خلاص وبالتالي ايه الاوتبوت بتاع الفي سي او ده هيبقى هو ريكفرد كلوك اللي هيرجع يعمل ايه على الدي بورت بتاع الايه فيز ديتكتور والديتا بتاعتي هي اللي هتخش فين على الكلوك بورت بتاعت الايه بتاعت الفيز ديتكتور خلاص طب اللوب هتشتغل ازاي؟ اندر نورمال كونديشن يعني تعالى نتخيل ان الدلتا فاي بتساوي صفر بالظبط فانت واقف هنا خلاص طبعا ما ينفعش توقف هنا لان اتفقنا الفيز ديتكتور ده ايه؟ يا هو يا هاي يا لو خلاص النقطه دي كان هي انهي بوينت بالنسبه للفليب فلوب ده؟ ها؟ لو 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 الدلتا فاي بصفر يحصل ايه؟ دي الميتا ستيبل بوينت مش كده؟ الفليب فلوب بيخش في الميتا ستابيلتي لما تيجي بالظبط الدلتا فاي بصفر ليه الدلتا فاي بصفر دي معناها ايه تعال نرجع هنا لو الدلتا فاي بزيرو يبقى معناها الداتا دي بتسامبل فين الايدج بالظبط فدي هي التعريف الميتا ستيبل بوينت بتاع الفليب فلوب مش عارف هيريزولف ايه ممكن مره يريزولف هاي ممكن مره يريزولف لو على حسب بقى ايه هو جه بالظبط ولا جه قبلها بشويه ولا جه بعدها بشويه على حسب النويز اللي في الدايره على حسب ايه فاكتورز كتيره فطبعا لو هي في راندم هتبقى الحته دي ايكوال بروبلم ممكن مره يرزولف على 1 مره يرزولف على ايه؟ على دي تمام؟ طيب فتعالوا بس نرجع بقى لايه؟ لقصه الفي سي او بتاعنا فاتفقنا الفي سي او بتاعنا هنا هيطلع له يا بوزيتيف دلتا في يا نيجاتيف ايه؟ دلتا في حوالين مين بقى؟ حوالين الاف نومينال بتاعته يعني تعالوا نأسيوم دلوقتي ان الفيرست اوردر سي دي ار دي فريكونسي لوك يعني هي نفس الفريكونسي يعني الفريكونسي بتاعت الكلوك هي الفريكونسي بتاعت الايه؟ الداتا لان انا هنا ما عنديش
انتجريتور عشان اخزن عليه الايه الفريكوينسي انفورميشن ليست، عشان كده سميناها فيرست اوردر لوب. تمام. طيب فلو هي نفس الفريكوينسي اف نومينال بتاعه الكلوك هي هي الاف بتاعه الداتا، يبقى الفرق بس لما يجي له بوزيتيف دلتا في يبقى الفريكوينسي اوف اوسيليشن هيحصل لها ايه؟ هتزيد، بدل ما اف نومينال تبقى اف نومينال بلس ايه اف بي بي اللي هي الاف بانج بانج. اف بانج بانج دي هي الدلتا فريكوينسي اللي هتيجي نتيجه الايه البوزيتيف بلس اللي خارجه منين؟ من الفيز ديتكتور بتاعك. طب افرض عكست، لو الكلوك ليدز الداتا هيطلع لك نيجاتيف دلتا في، فيشتغل ساعتها عند اف نومينال ايه ماينس ايه اف بانج بانج. فالفكره ان الاوسيليتور ده عمره ما هيشتغل عند الاف نومينال. واخدين بالكم النقطه دي؟ يعني حتى لو انت ظابط بالظبط النومينال فريكوينسي اوف اوسيليشن بتاعت الفي سي او ده على النومينال فريكوينسي او الداتا ريت بتاع الانبوت اللي جاي، عمر ما الفي سي او ده هيشتغل فين؟ عند الاف نومينال. ليه؟ لان الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور دايما ايه؟ دايما هيبقى ايه؟ النومينال زائد دلتا في او ماينس ايه؟ دلتا في، صح؟ وهو دايما عمال يحصل له ايه؟ عمال ينط كده حوالين الفريكونسي اوف اوسيليشن. حتى اندر لوك كونديشن عمر ما الفريكونسي هتساوي بالظبط الايه؟ الفريكونسي داخله، دايما اللوب بتاعتك بتبقى عماله تعمل ايه؟ تنط بين التو فريكونسيز على حسب الايه؟ الدلتا اف بتاعه البانج بانج فيز ديتكتور بتاعك. تمام؟ طبعا كويس انك تصغر دي ولا تكبرها؟ ها؟ طبعا كويس انك تصغرها. ليه بقى؟ لو دي كبيره هتلوك ازاي؟ ما هو هيجي لوك هتروح تاخد ستيب كبيره، صح؟ فالريزولوشن دي مهمه جدا، صح؟ لو الاف بانج بانج دي لازم تبقى صغيره، والا لو كبيره هتلاقي السي دي ار يحصل لها ايه؟ تاكيوميليت جيتر بسهوله قوي. هنتكلم عليها بسهوله دلوقتي، هنتكلم عليها دلوقتي ليه؟ خلاص؟ بس واضح دلوقتي الاول ان الاوسيليتور بتاعك دايما هيشتغل عند ايه؟ تو ديسكريت فريكونسيز، وعمرهم ما هيساووا النومينال بالظبط، لان اللوب دايما عماله ايه؟ تاوسيليت حوالين التو الفريكونسي بتاعتك بتاعت الايه؟ الداتا ريت اللي داخل. تمام؟ مظبوط. بس ده كلامك صح. الكلام ده لو انت عايز تسامبل الايدج صح، بس احنا اتفقنا بقى ده باي ديزاين اندر لوك كونديشن. هو هيشتغل فين؟ هو هيشتغل في الميتا ستيبل ريجن، فهو هيشتغل في الحته اللي انت مش عارف هو هيريزولف على 1 ولا 0، بس المفروض ان هو يبقى ايكوال بروبابل نتيجه الراندم بتاع النويز. فحتى لو خدت مره ديسيجن غلط هيحصل ايه؟ الفي سي او هيسرع شويه، هيرجع الفيز هيدريفت شويه، دلتا فاي بوزيتيف، يرجع يعمل ايه؟ يصلح نفسه تاني ويرجع تاني. هتلاقي دايما الكلوك بتاعتك قاعده تلعب حوالين الايه؟ الايدج. تلعب بقى بمقدار قد ايه؟ بمقدار الايه؟ الدلتا فريكونسي دي، وتضربها بقى في التايم اللي عشان تحولها لفيز، لانها هتاكيوميليت. ما هو لو في دلتا فريكونسي انت يهمك الفيز دريفت، صح؟ انت يهمني علاقه الفيز بتاعه الداتا الفيز بتاعت الكلوك، احاول ازاي بقى بفريكونسي الفيز؟ هو التكامل. تمام؟ فلو انت سبت فيه فاينايت ايرور اف بي بي، يبقى على حسب بقى امتى هابديت هيحصل لي فيز دريفت. لو ما عملتش ابديت كتيره يبقى الفيز هيقعد يدريفت فتره طويله قوي. تمام؟ فدي على فكره من احد المشاكل بقى في دي. ايه هي؟ يحصل ايه لو ما جاليش ترانزيشنز كتير في الداتا؟ واخدين بالكم؟ يعني دي راندم داتا، صح؟ مش انا ممكن على حسب بقى نوع الانكودنج اللي انا بستعمله ممكن اقعد كتير ما يجيليش ترانزيشن. طب افرض ان الفي سي او شغال دريفتد باف بي بي عن النومينال، يبقى لو قعدت بيتس كتير قوي ما يجيليش ابديت هيقعد يحصل له ايه؟ هيقعد يحصل فيز دريفت. ليه؟ لان في فريكونسي اوفست بين الداتا ريت اللي داخلالي وبين الاكشوال فريكونسي للفي سي او بتاعي شغال عندها. فدي من المشاكل الكبيره في الايه؟ في اللوب البسيطه اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، وهنتكلم هعالج ده ازاي كمان شويه. بالظبط بالظبط كده. تمام؟ طيب الحاجه بس الاخيره قبل ما نسيب ده، ايه هو؟ طب افرض انا خلاص اي ريكفر ذا كلوك، عرفت اعمل ديزاين كويس وحطيت اف بي بي صغير جدا. اف بي بي صغير جدا طبعا برضه ليه ديس ادفانتجز، يعني اتكلمنا على الادفانتجز بتاعته
ان انا ايه هقلل الجيتر اللي ممكن ياكيوميليت صح لما اصغرها، بس ايه بقى عيوبها؟ هقلل اللوكينج رينج صح. ليه؟ لان مش هعرف الوك غير لو انا وذين ايه دلتا اف صغيره قوي، اول ما الدلتا اف تخرج خلاص اللوب هيحصل ايه هتلوز لوك. فدي ده العيب طبعا ان انا اصغر الايه الفاليو بتاعت الايه الاف بي بي اللي هتحل لي بقى. مين اللي هيحل لي الكلام ده؟ التايب 2 بي ال ال بقى صح. من دي فيرست اوردر لوب شبه التايب 1 بي ال ال تمام. لما احط بقى انتجريتور زياده في اللوب هعرف اتراك بقى الايه الفريكوينسي اوفست كمان شويه واقدر اصغر الايه الدلتا اف بتاعتي. طيب الحاجه بس الاخيره قبل ما نسيب الرسمه دي، ان الفليب فلوب ده بعد ما عملت لوك على الكلوك المظبوطه لازم ازود بقى مين كمان؟ ازود فليب فلوب تاني. ليه؟ لان انا ما عملتش سامبلنج او ريتايمنج للديتا بالفليب فلوب ده مش كده؟ ده عمل ريتايمنج لمين؟ للكلوك بالديتا. فانا اصلا لازم بقى ازود فليب فلوب اللي هو يبقى المين سامبلر بقى بتاعي صح؟ اللي هو الريسيفر بتاعي مش كده؟ اتفقنا الريسيفر بتاعي كلوك ويخش عليه الداتا ان يطلع لي بعد كده الايه؟ الداتا اوت. فالاكتوال ريتايم داتا مالهاش علاقه باللي جوه هنا، لا انا لازم ادور واحد ثاني هنا عشان هو اللي يعمل ريتايم، وده طبعا ليه مشاكل برضه هنتكلم عليه في السلايد اللي جاي. بس كلامك صح، هتراك الفيز بس مش هتراك الفريكوينسي. افرض يعني فاهم قصدي؟ يعني افرض الاف نومينال تمام اتغيرت، الاف يعني ما الاف نومينال دي بتاعت الفي سي او ده، مين قال لك بقى ان هي الاف نومينال بتاعت الداتا اللي بره؟ يعني في حاجه اسمها الفريكوينسي لوكينج او الفيز لوكينج. فانت كلامك صح، لو الفريكوينسي ايرور بصفر هتاخد بس وقت اطول، السيتلنج تايم هيزيد لحد ما تلوك. ان هي مظبوط مظبوط. هنشوف بقى بعد كده ان في ممكن تعمل لوب ثانيه هي تلوك على الفريكوينسي الاول وبعد كده تسلم الفيز لوب. فاهم قصدي؟ هنتكلم بقى على الارتكشرز بعد كده. مظبوط مظبوط. هنتكلم عليها في الجيتر تولرنس حالا في اخر المحاضره، هنتكلم على الجيتر تولرنس. لان انت فعلا عشان تعرف تجيب جيتر تولرنس عالي وتراك ساينوسويدال جيتر تمام، لازم يعني اللي هيحصل ايه؟ اللوب هيحصل لها حاجه بنسميها سلوينج. خلاص ليه؟ لان انت الفيز ديتكتور ليه ماكسيمم فاليو صح؟ بوزيتيف في او نيجاتيف في. فلو ماكسيمم فاليو دي مش كبيره انف الفيز مش هيعرف يحصل الايه الانبوت فيز. خلينا نتكلم بس عليها في ايه في اخر محاضره ان شاء الله لما نتكلم على جيتر تولرنس بتاع البانج بانج سيجوار تمام. طيب النقطه بس يعني كم نقطه بس نقولها هنا سريعا، يمكن قلنا اوريدي النقطه الاولى دي ان هي اندر لوك كونديشن، قلنا خلاص الاوتبوت هي بلس هي ماينس 1 اللي هي يعني اتفقنا ان هي ديفرنشال يعني. فعمر الكلوك ما هترن عند الايه؟ عند النومينال كلوك، وبالتالي هيبقى عندي هكريت لارج اماونت اوف جيتر نتيجه الجيتر اكيوميليشن اللي اتكلمنا عليه. خلاص ليه؟ لان نتيجه ان في فريكونسي اوفست، فلو ما جاليش ترانزيشنز كتيره كل شويه تقعد تصلح نفسها هيحصل ايه للفيز؟ هيقعد يدريفت. فده بنسميه جيتر ايه؟ جيتر اكيوميليشن، لان الجيتر عمال ياكيوميليت لان ما فيش ابديت جت للسي دي ار عشان ترجع تعمل ايه؟ تكوركت نفسها تاني تمام؟ فده اول عيب من عيوب الايه؟ الفيز ديتكتور ده ان هو كام ستيت؟ تو ستيت. خلاص هنشوف بقى بعد كده مزايا ان احنا نعمل حاجه اسمها تراي ستيت فيز ديتكتور، يبقى ليه ثلاثه ستيت، ده ليه كام؟ ليه تو ستيت. فبالتالي حتى هو لوك لا عمال يدريفت تمام؟ طيب العيب بس الثاني طبعا هو عيب بسيط بقى ريليتد اللي انت كنت بتسال عليه شويه اللي هو موضوع السيت اب تايم والهول تايم، ان الفليب فلوب اسيمتريك. بمعنى ايه؟ الفليب فلوب هنا انا بسامبل الكلوك بالديتا خلاص. فلو الفليب فلوب ده ليه فاينايت تي سي تو كيو خلاص، لما اجي
اللوك هيبقى كأن في ديلي ما بين ايه، ما بين الاوبتيمال او الاكتوال لوكينج تمام عشان ياكونت للايه للديلي اللي هنا ده. فلما اجي ابص على اللوكينج وانا واخد حسابي ان الفليب فلوب ده عنده فاينايت ديلي من الكلوك بورت للكيو بورت، يبقى هاجي الاقي اللي هيحصل ايه، ان الكلوك هتلاقي متاخره شويه. ليه؟ لان الداتا دي داخله على انهي بورت، على ده، فكان الداتا اتاخرت شويه بمقدار الايه التي كلوك تو كيو ده، عشان كده هيلوك على كلوك متاخره شويه. واخدين بالكم النقطه دي؟ فنتيجه الفاينايت تي كلوك تو كيو هنا في الفليب فلوب ده، لما اجي ابص على اللوكينج كونديشن هلاقي النيجاتيف ايدج ما عملش لوكينج بالظبط هنا، لا اتاخر شويه لان في فاينايت كلوك تو كيو ما بين الترانزيشن اللي حصل هنا عقبال ما ظهر فين؟ عقبال ما ظهر عند الفي تي او بورت. طيب ماشي، بس لو الشيفت ده مجرد شيفت يبقى مش هيبقى فيه مشكله، بس المشكله بقى ان في اسيمتري بين ده وده، لان ده هنا الداتا هي اللي بتسامبل الكلوك بينما ده ايه؟ العكس. فانت هنا كلت تي سي تو كيو صح؟ هناك بقى مين اللي بيسامبل مين؟ الكلوك هي اللي بتسامبل الداتا عادي صح؟ فمين اللي اتاخر؟ الكلوك ايدج ده هو اللي اتاخر، التي سي تو كيو بتاعت الفليب فلوب ده. فيبقى كان الايدج ده رغم ان هو هنا بس كانه بيسامبل فين؟ كانه بيسامبل هنا. فكان الاوبتيمال سامبلنج بوينت بدل ما كانت النقطه دي بقت الاوبتيمال سامبلنج، او مش الاوبتيمال بقى، بقت السامبلنج بوينت الحقيقيه اللي هتحصل لك فين؟ بعد الاوبتيمال بقد ايه؟ ب 2 تي سي تو كيو. فرغم ان اللوب يعني اللوب هتلوك متاخره شويه، وكمان الرايزنج ايدج ده افكتفلي مش بيسامبل النقطه دي اللي هي 1 تي سي تو كيو، لا بيسامبل 2 تي سي تو كيو. تمام؟ ده ظهر ليه؟ ظهر نتيجه ان انا قلبت الفليب فلوب ده ريلاتيف لده. ده خليت الداتا هي بتسامبل كلوك، وده عكسته خليته كلوك هو اللي ايه؟ بيسامبل الداتا. فده طبعا حاجه مش كويسه، لكن لو كان الاثنين شفتوا مع بعض كان هيبقى ايه؟ افضل. وهنشوف الامبلمنتيشنز الثانيه بقى هتحل المشكله دي خالص. تمام؟ طيب تعالوا بقى نتكلم على الفيز ديتكتور المشهور بقى اللي الناس بتستعمله اكتر. خلاص طبعا في انواع كتيره من النون لينير فيز ديتكتور، بس خلينا نشرح الايه اكتر واحد مشهور فيهم اللي اسمه الكسندر فيز ديتكتور. يعني كان الكلام ده منشور من زمان، يمكن سنه حاجه و80. ايه فكرته؟ فكرته هو قال لك طيب انت عايز تعرف الكلوك دي ايرلي ولا ليت صح؟ هو نون لينير برضه. فقال لك طب ايه رايك خد سامبل من الداتا بعد الترانزيشن اللي هي البيت دي، مش انت كده كده هتسامبل البيت دي هسميها S3، وكده كده هسامبل البيت اللي قبلها اللي هي هسميها ايه؟ S1. فانا كده كده بسامبل دايما على كل رايزنج ايدج صح؟ اللي هي الداتا سيمبل او الداتا بيت الاول S1، والداتا سيمبل او البيت الثاني اللي هو S3. خلاص؟ طيب لو تاخدوا بالكم الداتا سيمبل هو معلمها لك هنا بايه؟ بدايره. خلاص؟ طب ايه بقى الاضافه اللي هو عملها؟ ما انا كده كده باخد الداتا سيمبلز على كل رايزنج ايدج. قال لك لا خد كمان انذر سامبل بس على النيجاتيف ايدج. خلاص؟ السامبل بتاعت النيجاتيف ايدج دي هنسميها الايدج سامبل. خلاص؟ يبقى انت هنا في نوعين من السامبل، في الداتا سامبل اللي هي مدوره اللي معلم عليها بالدايره، وفي نوع ثاني من السامبل بنسميه ايدج سامبل اللي هو على انهي نوع من كلوك؟ على النيجاتيف ايدج من كلوك. خلاص؟ يعني خلي بالكم ان دي فول ريت اركيتكتشر، يعني انا اصلا مش المفروض اسامبل على مين؟ على النيجاتيف صح؟ يعني اندر لوك كونديشن النيجاتيف ده المفروض يجي فين؟ عند الزيرو كروسنج هنا، فده ملوش معنى اصلا، انا ما ببصش عليه في العاده. فهو قال لك لا خدوا بقى حاجه اضافيه. طب هستفيد بقى ايه بقى؟ هي دي الفكره كلها، ان انا لو خدت S1 و2 و3 تمام؟ ازاي هو قاعد يفكر ازاي لما ابص على الثلاثه اعرف هي ايرلي ولا ليت؟ هي دي بقى كل الفكره. قال لك طب ما خلاص، ما هو اولا لو انا خدت S1 وS3 بس بصيت عليهم مبدئيا كده هعرف في ترانزيشن ولا لا. صح؟ ليه؟ لان لو S1 عكس S3 يبقى اكيد في ترانزيشن. صح؟ يبقى هتصرف، يبقى تي ار كده تشتغل لان في ترانزيشن حصل. طب لكن لو S1 زي S3 يبقى نو ترانزيشن، خلاص ما تعملش حاجه. طب اعرف بقى هي ايرلي ولا ليت ازاي؟ ان انا ساعتها لما اعرف ان في ترانزيشن ابدا ابص بقى مين؟ على S2. طيب لقيت S2 جاي قيمته بتساوي S1 يبقى كلوك ايه؟ از ايه؟ از ايرلي.
صح كده؟ ليه؟ لان الكلوك هنا شفتت ازاي؟ شفتت الشمال، بقت ايرلي، بقت اس 2 زي ايه؟ اس 1، وبقت عكس مين؟ اس 3. والعكس بقى صحيح فين؟ لو هي ليت، تعالى بص، لو هي ليت المره دي شفت الكلوك يمين، ايه اللي حصل؟ برضو اس 1 عكس اس 3، يبقى حصل لي ترانزيشن. ارجع ابص على مين؟ على اس 2. طب لا، اس 2 بقت بتساوي مين؟ اس 3 وعكس مين؟ اس 1. يبقى على طول الكلوك از ايه؟ الكلوك از ليت. يبقى هو بمعلوميه الثلاثه سامبلز دول عرف على طول هو ايه؟ هو ايرلي ولا ليت. هي دي فكره الايه؟ الالكسندر فيز ديتكتور. خلاص؟ ان هو بيبص على الثلاثه كونسيكتيف ايدجز دي ويعرف في ترانزيشن ولا لا، وعلى حسب علاقات الايدج سامبل بالديتا سامبل اللي قبلها واللي بعدها يعرف انا ايرلي ولا ايه ولا ليت. طب ازاي بقى اعرف عكسها دي؟ حلو، هتكلم عليها حالا. لو عندي لونج تي اي دي ما فيش ولا 0 ولا 0 تو 1 ترانزيشن ولا 1 تو 0 ترانزيشن، هلاقي دايما 1 و 3 مالهم قد بعض. هنشوف دلوقتي حالا ان الدايره هتقول لي ما تتحركش، ودي الميزه بقى في ده، ان هو تراي ستيت، ان هو مش بس هيقول لي انت ايرلي ولا ليت اللي هي البولت الثانيه دي، لا هيقول لي كمان ايه؟ في ترانزيشن ولا ما فيش؟ فعشان كده هسميه تراي ستيت فيز ديتكتور. تمام؟ فما فيش ترانزيشن معناها ايه؟ خلاص ما تتحركش، انا السي دي ار مش عارفه اذا كانت هي ايرلي ولا ليت، فيبقى الافضل ان انا اعمل ايه في الفي سي او؟ اسيب الفي سي او زي ما هو، ولا ازود الفريكونسي بتاعته ولا اقلل الفريكونسي بتاعته، وبالتالي امنع الجيتر ايه؟ الجيتر اكيوميليشن. افضل مستني لحد ما يجي لي الترانزيشن اللي بعده، اخد بقى ساعتها عليه قرار مظبوط. تمام؟ طيب ايه الدايره اللي تقول لي اذا كان ده عكس ده ولا لا؟ اكس اور. صح؟ يبقى انا هاكس اور اس 2 مع اس 3. صح؟ الاكس اور اس 2 مع اس 3 لو طلع ده عكس ده، يبقى الاكس اور ريزلت بكام؟ ب 1. يبقى لو 1 معناها الكلوك از ايه؟ از ايرلي. يبقى هبني اكس اور ما بين 2 ل 3 لما تطلع لي ب 1 يبقى معناها ايه؟ الكلوك از ايرلي. طب والعكس، هبني اكس اور ثانيه ما بين اس 2 واس 1 لما الاكس اور دي تطلع لي 1 يبقى كلوك از ايه؟ از ليت. بس يبقى ده اللي انا هعمله. يبقى انا هحط 2 اكس اور، واحده بتقول لي هنا ليت، صح؟ طب الاكس اور دي هتطلع لي ايه هنا؟ بتاعت 2 3 هتطلع لي 0، فهتقول لي انت مش ايه؟ انت مش ايرلي، لكن الثانيه هي اللي هتقول لي ان انت ايه؟ ليت. عشان كده جيت تراي ستيت، ما بقوش 1 بت، بقوا كام بت؟ بقوا 2 بت. تمام؟ واحده اسمها ايرلي، واحده اسمها ايه؟ ليت. اللي هي الريزلت بتاعت الاكس اور الاولى والايه والثانيه. فدايما الاكس اور هيبقى داخل عليها مين؟ اس 2 اللي هي الايدج سامبل، بس واحده منهم اللي هتطلع الايرلي هتبقى اس 2 مع ايه؟ مع اس 3. والليت هتبقى مين؟ اس 1 مع ايه؟ مع اس 2. خلاص؟ فهي دي الفانكشن بتاعتها. لا ماشي، طب يعني امشي معايا في الجدول وهتوضح. بص يعني انت معايا في الفانكشن بتاعت الاكس اور، خلاص؟ يعني لما ده اكس اور ده يبقوا عكس بعض، يبقى انا دايما ايه؟ ايرلي. لو ده عكس ده يبقى ديلي. تعالى بقى نكتب كل الكومبينيشنز اللي احنا عاملينها، خلاص؟ لو كلهم اصفار يبقى معناها ايه؟ خلاص نو ترانزيشن اصلا. نو ترانزيشن، الاكس اور دي هتطلع لك ايه؟ صفر وصفر، يبقى خلاص انت مش ايرلي ومش ليت، فكويس. طب وبرده كل وحايد يبقى برضه نو ترانزيشن، وانت برضه ايه؟ اكس اور طلعت 0 0 مش ايرلي ولا ليت. تمام؟ طيب تعالى بص بقى على السيناريوز اللي في النص. مثلا دي 0 0 1 دي معناها ايه؟ يبقى الاكس اور دي هتطلع لك ايه؟ ايرلي. الاكس اور الاولى هتطلع لك ايه؟ الليت بصفر، يبقى معناها ان انت ايه؟ ان انت ايرلي. يبقى معناها ان في ترانزيشن ومعناها ان انت ايه؟ ان انت ايرلي. طب اللي بعدها ده كومبينيشن مش هيحصل. ده الا يعني هو اصلا مستحيل انه يحصل لك، يعني ان انت يجي لك بت 0 بت 0 وتلاقي ترانزيشن ب 1. تمام؟ طب بعد كده 0 1 1 يبقى الاكس اور الاولى هتطلع لك هنا ايه؟ ليت، يبقى انت ليت وايرلي بصفر، وهكذا. هتمشي ورا الاحتمالات كلها هتلاقي ان انت ايه؟ لو ما عندكش ترانزيشن مفيش حاجه هتحصل. عندك ترانزيشن على حسب بقى علاقات الايه؟ السامبلز دول ببعض،
انت هتعرف انت ايه، انت ايرلي ولا ايه ولا ليه. تمام. برضو طبعا ده مش بيديتكت الماجنيتيود بتاع الايرلي والليت، فبالتالي هو نون لينير فيلد ديتكتور، فدي نفس البيهيفير بتاع الايه البانج بانج فيلد ديتكتور، بس الميزه بقى الزياده ان هو زودني الترايب ستيت اللي هو مش ايرلي ولا ايه ولا ليت كومبيرد للايه للاولاني. هو بص هو يعني اسيوم، يعني اسيوم حتى لو حصل الاكس اورز هيطلعوا لك ايه؟ الاثنين هيطلعوا لك واحد، فكانك بتقول انت ايرلي وليت، هتشوف بقى كمان شويه ان انا بطرح الايرلي من الليت فمش هتحرك برضه، فما تقلقش يعني. ماشي. طيب تعالوا نشوف الدايره اللي بتعمل الايه؟ الكلام ده، ازاي هاخد السامبلز؟ الميزه دلوقتي الموضوع بقى بسيط جدا، انا كل اللي انا عايزه ان انا اخد اس 1 واس 2 واس 3. طيب S1 وS2 هي السامبلز بتاعت الداتا مع البوزيتيف ايدج بتاع الكلوك، يبقى اخدهم ازاي؟ خلاص هدخل الداتا على فليب فلوب تريجرد بكلوك، فالبوزيتيف ايدج الاول Q1 دي هتساوي مين؟ هتساوي S1 صح؟ فS1 دي هتتنقل لي على Q1 مع الرايزنج ايدج بتاع الكلوك، تمام زي الرسمه اهي خلاص. وبعد كده ايه؟ الرايزنج ايدج اللي بعده ايه اللي هيحصل؟ S1 هتتنقل من Q1 لايه؟ ل Q2، ومين اللي يخش في Q1؟ السامبل اللي بعدها اللي هي S3. فلو جيت ارسم يبقى Q1 هتبقى هي هي زي الداتا بس الايند مع الايه؟ مع رايزنج ايدج بتاع الكلوك، وQ2 هتبقى هي هي Q1 بس 1 كلوك ديلي، فهتبقى ايه؟ هتطلع زيها فوق بس مع رايزنج ايدج بتاع الكلوك اللي بعده. فيبقى Q1 وQ2 مين اللي اتخزن فيهم عند الزمن اللي اسمه T بتساوي T1 ده؟ اللي اتخزن في Q1 عند الزمن ده بقى ايه؟ بقى S3 اللي هي السامبل الثانيه خلاص، والسامبل الاولى اتنقلت جوه مين؟ جوه Q2 اللي هي السامبل خلاص. طيب اتبقى لي مين؟ S2 اللي هي الايدج سامبل دي اللي هضطر ازود لها بقى فليب فلوب مختلف. ليه؟ لان انا لازم اسامبل على انهي ايدج داتا؟ على النيجاتيف ايدج، فخلاص هاخد الداتا ادخلها على فليب فلوب بس هتريجر على النيجاتيف ايدج بتاع الكلوك، يبقى انا خزنت هنا مين؟ مع النيجاتيف ايدج ده خزنت ايه؟ S2. فS2 هتظهر لي فين؟ عند Q3 مع النيجاتيف ايدج بتاع الايه؟ الكلوك. فاهي نقلت الداتا من هنا لهنا بس على النيجاتيف ايدج بتاع الايه؟ بتاع الكلوك بتاعت الايدج. تمام؟ طيب بس انا فكده S2 جت هنا صح؟ بس هل ينفع ادخلها على الاكس اور على طول؟ يعني S2 موجوده هنا بس S1 وS3 بقوا جاهزين مع بعض فين؟ جاهزين مع بعض عند الزمن اللي اسمه T بتساوي T1. فعشان الكومباريزن بتاعت الاكس اور تبقى مظبوطه يبقى لازم اعمل ايه؟ ها؟ لازم اتايم شيفت اس 2 دي اجيبها فين؟ اجيبها هنا، يعني لازم اشيفت باي هاف كلوك سايكل. اشيفت باي هاف كلوك سايكل ازاي؟ اري سامبلت بس على الكلوك بقى بدل الكلوك بار، لان هي اصلا كانت سامبلد على ايه؟ على الكلوك بار. فاري سامبل كيو 3 مع البوزيتيف ايدج بتاع الكلوك، فبقت كيو 4 هي هي كيو 3 بس اتنقلت عند مين؟ عند تي بتساوي تي 1. يبقى الميزه كده ان السيركت بالمنظر ده عملت لي ري الايننج للثلاثه سامبلز اللي هم اصلا كانوا متاخدين عند ازمنه مختلفه عند نفس التايم تي بتساوي 1، فاقدر دلوقتي اقارنهم باكس اور مباشره صح؟ وفاليد فور قد ايه؟ يعني السامبلز هتفضل فاليد في الوقت قد ايه؟ 1 تي كلوك كامله. فيبقى عندي 1 تي كلوك كامله، اس 2 فاليد واس 1 فاليد واس 3 فاليد لحد ما يجي لي ايه؟ الابديتس اللي بعدها اللي بعدها وهكذا. فيبقى هاخد بقى الاوتبوت دي على طول ادخلها على الاكس اورز بتاعتي. فالايدج سامبل اتفقنا كيو 4 هتخش طبعا على 2 اكس اورز بتاعت الايرلي والليت، والايرلي هتيجي من ايه؟ من كيو 1 اللي هي مناظره الايه؟ لاس 3. والليت هتيجي من ايه؟ من كيو 2 اللي هي كانت مناظره الايه؟ لاس 1. يبقى انا السيركت دي ببساطه كده هي اللي عملت لي الايه؟ الالكسندر فيدباك. تمام؟ واضح الامبلمنتيشن بتاعه. طيب رياليستيكلي بقى الكلام ده هيشتغل ازاي مثلا عند 10 جيجا بت بير سكند؟ ها كل الفليب فلوب دي هعملها ديزاين ازاي؟ سي ام ال هاي سبيد فليب فلوب، يعني ما تعتقدش ان دول هيبقوا ستاندرد سي مو فليب فلوب، مش هيشتغلوا عند فريكونسيز عاليه خلاص. ونفس الكلام بالنسبه لايه؟ الاكس اور سيركت دي، الاكس اور سيركت دي ما هياش سنجل اندد، يعني انا راسم هنا الرسمه طبعا كونسبشولي سنجل اندد ديزاين، بس معظم الامبلمنتيشنز هتلاقي الكلام ده ايه؟ فولي ديفرنشال سي ام ال امبلمنتيشن للفليب فلوبس والايه والاكس اورز
زي ما هنتكلم سريعا عليها، واوريدي يمكن اتكلمنا على الايه، على الفليب فلوب قبل كده يعني. تمام. طيب فطبعا يعني بس السلايد دي نفس يعني تكرار نفس الكلام، بس رسم لكم بس الويف فورم في الديفرنت سيناريوز يعني. مره رسمها لكم بس وهي ليت عشان بس نمشي ورا التايمينج يعني، نمشي ورا التايمينج. واحنا اوريدي خلاص رسمنا كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 من السلايد اللي فاتت، الفرق بس ان انا مزود لكم هنا الايه الاكس اور اوت. فاخدت بس الليت المفروض ان هي جايه من الاكس اور بتاعه السيجنال الاحمر اللي هي كي 2 مع كي 4، فتلاقي الاكس اور ماشيه كده تطلع هنا بواحد خلاص. بعد كده دي نزلت لو الثانيه هاي فكملت ايه واحد، يبقى الليت طلعت ب1 هنا. لو مشيت ورا الاكس اور بتاعه الايرلي خلاص اللي هي كي 4 مع كي 1 هتلاقي ده واخد نفس الفاليو، فالايه فالاكس اور بتاعه الايرلي مطلعه ايه صفر. تمام. فيبقى دايما الليت ماشيه هنا عكس الايه، ماشي عكس الايرلي. اول ما جاله ترانزيشن يعني اول ما خدت الديسيجن خلاص، هي صراحه هنا الثلاثه سامبلز الاين فين هنا عند تي 1 بتاعي اللي هو هنا، فهي اول واحده المفروض جايه منين، جايه من هنا يعني، فيها حاجه جايه من بريفيوس هيستوري قبلها يعني. تمام. فاول بلس طلعت لي على الليله اللي هي ايه تعتبر البلس دي. تمام. وهكذا كل بقى واحده هتجي لي هيطلع لي واحده ثانيه، فيبقى الليت ب1 والايرلي بصفر. اللي يهمني في الاخر زي ما اتفقنا مين هو الايرلي ماينس الليت، لان انا في الاخر عايز اعمل ايه في البي تي او، يا هسرعه يا هبطئه مش كده. فيبقى هدخل مين على البي تي او، هدخل عليه في السيناريو ده الليت ماينس الايرلي. ليه؟ عشان لو كلوك ليت خلاص، لو انا معرف ان الليت هنا معناها مثلا الدلتا فاي اقل من الصفر، يبقى انا عايز اعمل ايه في البي تي او، اسرع البي تي او. فيبقى هدخل على السيجنال اللي هتشارج بقى زي ما هنشوف كمان شويه الكاباستور اللي بيسرع او اللي هو هينتجريت الكرنت. تمام. هدخل عليه ايه الليت ماينس عشان اسرع البي سي او بتاعي. والعكس في الايه في المثال ده، المثال ده رسمه هو هو بس غيرت العلاقه بين الداتا والكلوك بحيث تبقى الكلوك ايرلي، فكان ده تعريفه يعني، افترض ان تعريفه ان الدلتا فاي اكبر من الصفر، لما تيجي تعمل الاكس اور هتلاقي انعكست بقى، الليت هو اللي طلع بصفر والايرلي هو اللي طلع بايه؟ بواحد. هدخل ده على البي سي او بس بنفس الطريقه برضه، بس المره دي الليت ماينس الايرلي بدل ما كان هناك بوزيتيف بقى هناك ايه؟ بقى هنا نيجاتيف. فلما الكلوك بقت ايرلي هدخل ايه؟ نيجاتيف، هبطئ الايه؟ هبطئ البي سي او بتاعي لحد ما يحصل سينكرونايزيشن تاني. تمام؟ طيب يعني دي بس بتلخص الادفانتجز بس بتاع الالكساندر فيز ديتكتور خلاص. من نرجع بس للدايجرام بس نقول كلمه كده هنا سريعا مثلا نتكلم عليها. لو تاخد بالك بعد ما تدي ار تو لوك، هل انا محتاج بقى اخد الكلوك وريسامبل بيها الداتا ها، ولا اوريدي الفيز ديتكتور جواه هنا خلاص جواه سامبلر، مش ده هو السامبلر؟ يعني السامبلر ده جزء من الفيس ديتكتور، وفي نفس الوقت السامبلرز دي بقى فيها مين؟ كي 1 وكي 2 دول هما مين؟ هما الري تايم داتا بتاعتي. فدي ميزه الامبلمنتيشن ده كمان، ان انا مش محتاج بقى بعد ما الكلوك تلوك اروح اخدها واروح اوديها ليه؟ انذر سامبلر زي ما عملنا من شويه في الايه؟ في الامبلمنتيشن الاولاني. فده من مزايا الالكساندر فيس ديتكتور، ان الفليب فلوب اللي جوه الفيس ديتكتور بي اوتوماتيكلي ري تايم الداتا بتاعتي، وطبعا عنده جين عالي قرب الدلتا فاي بتساوي صفر زي ما اتكلمنا قبل كده، لان هو ايه نون لينير فيز ديتكتور يعني. تمام. والميزه الاخيره ان هو تراي ستيت فيز ديتكتور زي ما قلنا، لان هو لو ما فيش اي ترانزيشنز فبالتالي ايه مش هيطلع ولا ايرلي ولا ليت، فالكنترول لاين مش هيبقى ايه ديسترب ومش هيحصل اي دريفت يعني. طيب اخر كام نقطه بس بالنسبه بقى للامبلمنتيشن بتاع السيركت، زي ما اتفقنا كل السيركت دي في الاخر هتبقى ديفرنشال تي ام ال بيز لوجيك خلاص. يعني ابسط حاجه مثلا رسمنا هنا الاكس اور، الاكس اور دي بتعملها ازاي؟ الاكس اور عباره عن ايه؟ ها؟ هي عباره عن كانها جيلبرت سيل ملتبلاير مش كده؟ فكر فيها كده، لو انت عندك تو انبوت يعني سمي انبوت من دول من الاكس اور اي والانبوت الثاني بي خلاص؟ فالاي والبي هحولهم هنا بقى الديفرنشال، فاي بوزيتيف واي ام يعني مقصود بيها ايه نيجاتيف يعني خلاص. ونفس الكلام فوق، بي هو الانبوت اللوجيك انبوت الثاني بتاع الفليب فلوب بتاع الاكس اور ناتيف،
فبرضه دخلته لك ايه ديفرنشال بي بوزيتيف وبي ام اللي هو ايه الانفيرتد او النيجاتيف يعني. فدي شبه الجيلبرت سيل مالتبلاير بالظبط صح، بتفكر بقى فيها انها ايه هتفولي سويتش الكرنت. فلو مشيت ورا اللوجيك بتاعها يعني تعالوا بس نرجع تاني للسلايد اللي فاتت كمان شويه. لا يعني تخيل كده ان انت لما تعمل فول سويتشنج لناحيه الكرنت ده هيمشي يا في البرانش ده في الاخر يا في البرانش ايه ده صح، انت هتستير الكرنت ده يا كله شمال يا كله يمين. فالاوتبوت فولتج ده هي لو الكرنت ما مشيش هنا يبقى هيبقى في دي دي صح، لو الكرنت مشي الناحيه دي هيبقى ايه في دي دي ماينس اي في الار، والعكس هناك لو الكرنت ستير ده الناحيه الثانيه يبقى الناحيه دي هي اللي هتبقى ايه في دي دي او هتبقى في دي دي ماينس ار اي في ار، وطبعا هيمشوا عكس بعض. فيبقى التو اوتبوتس بتوعي هيبقوا ماشيين ديفرنشال سيجنال كده زي احنا رسمين عكس بعض، ده اللوجيك هاي او اللوجيك لو الناحيه دي والعكس هنا، والكومن مود بتاعهم هيبقى بيساوي كام؟ اما تجمع الاثنين وتقسمهم على اثنين هيبقى الكومن مود هي النقطه اللي في النص دي اللي هي كانها الافرج بتاع ده على ده مش كده، ده زائد. فيبقى الكومن مود بتاعك بتاع الاوتبوت بتاع الاكس اور هيبقى في دي دي ماينس ايه اي بي في الار على اثنين خلاص. طبعا الكومن مود ده مهم لان هو ممكن هو اللي هيتحكم في الدايره اللي بعده مش كده، هو اللي هيبايس الدايره اللي بعده لان كل الكلام ده دي سي كابل يعني خلاص. طيب في الاكس اور دي تعالوا نشوف اللوجيك بقى بتاعها. لو انت مثلا يعني طبعا ده تروث تيبل البسيط بتاع الاكس اور يعني لو تحبوا نمشي بس على كام ستيت منها كده عشان تتاكد يعني اكس اور فعلا. لو جينا بص مثلا على 0 0 خلاص، ال 0 0 يبقى ال ده هيبقى مطفي مش كده، ده اوف. فيبقى الكرنت هيمشي فين؟ هيمشي هنا، وبعد كده يجي هنا البي بصفر يبقى البي بوزيتيف هي اللي بصفر، يبقى الكرنت مش ازاي؟ هيمشي هنا صح؟ يبقى بعد كده يطلع منين؟ هيطلع هنا. فيبقى 0 0 الكرنت مشي هنا، يبقى الاوتبوت بوزيتيف اللي هو الناحيه دي بقت ايه؟ لو ولا هاي؟ بقت لو، لان هي اللي بقت في دي ماينس اي فور. فيبقى 0 0 هتطلع لك فعلا ايه؟ 0. امشي بس ورا بقى بقيه الستيت هتلاقي نفسك ايه؟ اللوجيك فعلا بتاع السمبل يعني جيلبرت سيل دي هو الايه؟ الهاي سبيد اكس اور بتاعك يعني. طيب يعني طبعا شويه بس كلام سريع كده على الديزاين تريد اوف. لو انا عايز ازود السوينج هزوده ازاي هنا؟ الاوتبوت سوينج طبعا ان امبورتنت ديزاين بارامتر، وانت بتديزاين الهاي سبيد اكس اور دي هتكبرها ازاي؟ هتكبرها يا اما ان انت البيك تو بيك سوينج هتجيبه ازاي؟ هتطرح ده ماينس ده يبقى ده الديفرنشال ايه؟ بيك سوينج. لو عايز ديفرنشال بيك تو بيك يبقى هعمل ايه؟ هضربه في اثنين. فلما تطرح ده من ده وتضربه في اثنين هتحصل على ايه؟ اثنين اي بي في الار، ده الديفرنشال بيك تو بيك سوينج بتاعك. فعشان اكبر السوينج بتاع الاكس اور دي يا اما ازود الكرنت واحرق باور كونسمبشن زياده، يا اما اعمل ايه؟ اكبر الريزستور. طبعا المشكله لو كبرت الريزستور ايه؟ هلمت مين على طول؟ الباندوث. ليه؟ لان الباندوث غالبا هنا هيبقى ديترمن بالبول اللي عند الاوتبوت نود اللي هو واحد على ار سي، فبالتالي اول ما هكبر الار هلاقي على طول ايه؟ الاوتبوت بول بتاعي هيبدا يلمت السبيد اوف اوبريشن بتاعت الايه؟ الاكس اور سيركت البسيطه دي. طب اكستند ازاي الباندوث بقى بتاعنا؟ لو مش عايز احرق كرنت زياده ابدا اعمل ايه؟ اندكتيف بيكنج تكنيك. فتبدا تلاقي السيركت دي الناس رغم انها ديجيتال سيركت صح؟ الناس بتحط بقى فيها بيكنج اندكتور زي ما كنا اتكلمنا، سواء بقى السيريس بيكنج او السيك كويل عشان يكستند الايه؟ الباندوث بتاع الايه؟ بتاع الاكس اور سيركت بتاعك. بالظبط. فكان اللوجيك لو هنا هيبقى في دي دي ماينس اي في ار، لوجيك هاي هيبقى ايه؟ في دي دي. بس خلي بالك ده لما ببص له سنجل اندد بس اللوجيك لو الحقيقي هو الديفرنشال فولتج. فالديفرنشال فولتج هو ايه؟ هو ده ماينس ده، يبقى الديفرنشال فولتج الهاي هو اي في ار واللو نيجاتيف اي في ار. فاهم قصدي؟ يعني ببص لها ديفرنشال مش ببص لها سنجل اندد. تمام؟ طيب فده بالنسبه للايه؟ بالنسبه للاكس اور خلاص، يعني اتكلمنا على الدايره. تعالوا بس نرجع بقى المرشوده سريعه كده على الايه؟ على الاوبريشن بتاع الالكسندر فيز ديتكتور. لو الالكسندر فيز ديتكتور شغال عند اللوك كونديشن يبقى السامبلز اس 2 اللي هي هنا المفروض صح؟ كيو 3 دي هتبقى بتسامبل فين بالظبط؟ عند الزيرو كروسنج بالظبط. يبقى ده هيشتغل عند الميتا ستيبل ريجن ولا لا؟ صح؟ يبقى ده هيخش في الميتا ستابيلتي.
يبقى اللي وراها هيخش برضو في الايه؟ في الميتا ستابيليتي. فممكن تلاقي اندر لوك كونديشن الفليب فلوب دي مش عارفه تريزولف كيو 3 او كيو 4. طب الظريف بقى جدا ايه في الامبلمنتيشن ده؟ ان هو فولي ديفرنشال صح؟ طب لو انا مش عارف اريزولف معناها الاوتبوت بتاع كيو 4 الديفرنشال فولتج بتاعه قيمته بايه؟ صغير جدا لان الاوتبوت بتاع الفليب فلوب مش عارف يريزولف. طب لو ده دخل على الاكس اور دي يحصل له ايه؟ الاوتبوت بكام؟ الاوتبوت بزيرو. ليه؟ الاكس اور دي يحصل لها ايه؟ لو دخلها ديفرنشال فولتج بصفر. الديفرنشال فولتج هنا اللي هو ايه؟ لو افترضت مثلا ان الاس 2 اللي هي الايدج سامبل داخله على الاي مثلا، يبقى الاي بي علاقتها ايه بالاي ام؟ لو انا مش عارف اريزولف بصفر. طيب يبقى الكرنت ده هيحصل له ايه هنا؟ هيتوزع بالتساوي. لو اتوزع بالتساوي هتلاقيه وصل هنا ايه؟ مقسوم على 2 يمين وشمال. يبقى الديفرنشال اوتبوت بكام؟ بصفر. يبقى الظريف ان إيه؟ لو ده دخل في الميتا ستابيليتي عند اللوك بوينت، الاوتبوت اللي خارج من الاكس اور هيبقى بكام؟ بزيرو. يبقى مش هيطلع ولا ايرلي ولا ايه؟ ولا ليت. لان الايرلي او ليت هنا تعرفها ايه؟ انك تطلع اي في الار، اي بي في الار، او نيجاتيف ايه؟ اي بي في الار. لا هو طلع لك صفر. فدي من مزايا برضو الايه؟ الامبلمنتيشن ده، ان اندر لوك كونديشن الفليب فلوب دي السي ام ال هتبقى شغاله عند الميتا ستابيليتي ريجن وانت مش عارف تريزولف، بس مش هيبقى فيه برضو اي ابديت رايحه للايه؟ للبي سي او بتاعك. فده برضو حاجه ايه؟ كويسه، مش هتقعد تزقه يمين وشمال. اس 2 ما بص، ما هي اس 2 اللي انت بتحاول تريزولف هي فين؟ هي النقطه دي صح؟ بس الفليب فلوب ده لو هو عند الميتا ستيبل بوينت في الانبوت برضه هيبقى عند الميتا ستيبل بوينت في الاوت، فالنقطه دي برضه مش عارفه تريزولف. الاكس اور برضه ايه؟ نطلع على صفر كمان. مظبوط، بس هي مالتبلاير، فاي واحد منهم بصفر هتطلع صفر. يعني امشي وراها، انت كلامك صح. بص عشان سهل نفسك يعكسها، حط البي هو اللي جاي من الايدج سامبلر عشان بس تشوفها بسهوله. لو ده بيساوي ده، لو انت داخل لك اي كارنت هنا هيحصل ايه؟ هيتقسم بالتساوي، فنص يروح هنا ونص يروح هنا، خلاص يبقى هتطلع لك زيرو ديفرنشال. يعني امشي وراها هتلاقيها فعلا، طالما هي اصلا كانها جيلبرت مالتبلاير، هي اسمها كده صح؟ فاي واحد منهم بصفر خلاص اصبح الاوتبوت كله بصفر، حتى لو الداتا سامبل فولي ريزولف. تمام؟ تمام. من المزايا بقى الثانيه بس الاخيره قبل ما نسيب النقطه دي، ان الالكسندر فيز ديتكتور بما انه نون لينير فهو عنده فيري هاي جين صح؟ كنا اتكلمنا في اول سلايد كده. فالفيري هاي جين ده بيسهل لك اللوب ديزاين، ان انت مش محتاج تحط انفينيت جين من تشارج بامب زي البي ال ال. ليه؟ لان خلاص انت عندك جين عالي قوي جاي لك منين؟ من الفيز ديتكتور. الميزه بقى الاخيره كمان ان الاكس اور دي والفليب فلوب مش محتاجه تهندل الفيري نارو فالسز زي مين؟ زي لينير فيز ديتكتور. ففي لينير فيز ديتكتور قلنا لازم تهندل فيري نارو فالسز عشان تعرف تريزولف دلتا فاي صغير. وحصل حاجه ميتنج فصل ولا ايه؟ معلش انتوا شايفين الشاشه اونلاين ولا حصل حاجه في الميتنج؟ طيب خلاص، لا تمام ماشي، نرجع بقى للسلايد شو عشان هو فصل مره واحده ليه. اه السلايد شو هو اللي شكله فصل. باوربوينت
طيب تعالوا نكمل كده شوية ممكن ناخد بريك بقى كمان شوية. الحاجة بس الأخيرة قبل ما نسيب الجزئية بتاعت السيركت دي، كنا اتكلمنا الأول على الفليب فلوب، وقلنا من أحد الامبلمنتيشنز البسيطة إن إحنا أعمل هاي سبيد فليب فلوب إن أنا أحط اثنين ماستر سليف لاتشز ورا بعض عشان أعمل ماستر سليف فليب فلوب بالمنظر ده، وأدخل بس على واحد الكلوك والتاني هقلب عليه الكلوك بار خلاص. وكل لاتش من دول عامل له امبلمنتيشن ازاي؟ عامل له امبلمنتيشن بال CML 3 امبليفاير خلاص. لما الكلوك تبقى هاي يبقى كلوك بي هاي، يبقى كلوك ان دي لو، يبقى اللاتش ده مطفي، والكرنت ده كله رايح لمين؟ لل Pre امبليفاير ستيج. هتكبر الايه؟ الانبوت اللي هو الداتا بي وان، هتكبرهم وتظهرهم فين؟ على الفي اوت. فيبقى الفي اوت هيتراك الفي انبوت بس بالجين بتاع مين؟ Pre امبليفاير طول ما الكلوك هاي. اول بقى ما الكلوك سويتش لو هيحصل ايه؟ الكرنت ده هيسير من ناحيه البري امبليفاير، هيطفي البري امبليفاير ويروح ناحيه مين؟ ناحيه اللاتش صح؟ لان ده ايه؟ ده بوزيتيف فيدباك، ده ريجنريتيف لاتش. طيب بس الريجنريتيف لاتش اول ما يبدا يشتغل خلاص هيبدا يشوف الانيشال كونديشن اللي الاوتبوت بادئ من عنده، بس ده يبدا بقى يعمل ايه؟ يريجنريت الاوتبوت لحد ما يوصله للفاينل فاليو بتاعته مش كده؟ طب ايه اكبر فاليو اصلا البري امبليفاير ممكن يجيبها؟ يعني هو البري امبليفاير المفروض يضرب الجين في الجين معين اسمه ايه؟ بري. ده لو هو شغال في مور سيجنال داخل له سيجنال صغيره. بس افرض انك جبت سامبل الانبوت لقيت الداتا اوبننج كبيره اوريدي فضربت في جين كبير، فهيجيب اكبر جين للبري امبليفاير اللي هو عباره عن ايه؟ ان هو يستير الكرنت ده فولي فين؟ في ناحيه عن الثانيه، يبقى يجيب لك في ناحيه برضو ايه؟ في دي دي، وناحيه ثانيه في دي دي ماينس اي في الار، يبقى الدلتا ديفرنشال اوتبوت بكام؟ اي في الار. يبقى الفاينل فاليو البي اوتبوت بيك بتاعتك هتبقى اي في ار طبعا، او نيجاتيف اي في ار على حسب البولاريتي بتاعت الايه؟ الداتا ده لو الانبوت اللي داخل كبير قوي. طيب طبعا لو اللاتش اشتغل ايه اللي هيحصل؟ لو هو كبير جدا خلاص هيقف، ما هو اللاتش كده كده اخره ان هو يجيب ناحيه يطفي ترانزستور ويشغل الثاني على الاخر صح؟ ففي الاخر برضه هيستير الكرنت كله يا يمين يا ايه؟ يا شمال. عشان السي ام ال لاتش ده انا بفورس ان الكرنت اللي تحت يبقى كونستنت، فحتى لو لاتش اشتغل في الحاله دي الفاينل فاليو هتظل هي مين برضه؟ نفسها هي الاي في الار. طب لكن امتى بقى اللاتش يبدا يشتغل؟ لو هو اشتغل ولقى الانيشال فاليو دي اقل من ايه؟ من اي في ار، يبدا الاوتبوت يحصل له بعد كده ايه في الهاف كلوك سايكل الثانيه؟ يبدا يريجنريت اكسبوننشالي بتايم كونستنت بنسميه ايه؟ تاو ريجنريشن، اللي هي ريجنريشن تايم كونستنت بتاع اللاتش، اللي هو طبعا فانكشن في الايه؟ في الكاباسيتنس عند الاوتبوت نود دي، وفانكشن في السترينث بتاع الايه؟ بتاع اللاتش ده، او الكرنت والايه؟ والجي ام بتاعت الايه؟ الترانزستور دي. والفي انيشال دي اللي هيبدا من عندها لحد ما يوصل للفولي ستير اللي هو برضو مين؟ الاي في الار. طب فده النورمال اوبريشن بتاع الفليب فلوب اللي هيسامبل سيجنال كبيره مش كده؟ او يعني صغيره شويه بس هيعرف يجنريت. طب لكن انا مشكلتي في ايه بقى؟ انا عشان ابدا انلايز اللوب دايناميك بتاعت النون لينير فيز ديتكتور لازم اعرف اموديل مين؟ اموديل الفيز ديتكتور. طب واضح ان الفيز ديتكتور هيبقى في سيناريو ان هو بيسامبل فين؟ عند الايدج صح؟ اللي هو الاس 2 ده هيسامبل عند الايدج، فلازم افهم البيهيفير بتاع مين؟ بتاع الفليب فلوب او السامبلر ده هيعمل ايه عند الايدج. خلاص فالسيناريو اللي احنا راسمينه هنا اللي على الشمال ده هو ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، ان هو جه سامبل لقى الاوبننج مالها؟ لقى الاوبننج كبيره، يعني البوزيتيف ايدج بتاعه خلاص كان الاكس الفي اكس والفي واي، هو هنا في الرسمه دي معرفهم ان هم الاوتبوت نودز بتوع اللاتش، يعني هو بعد ما الانبوت اتضرب في الايه؟ في الاي بري امبليفاير وظهروا في الاوتبوت خلاص؟ فهم هنا ظهروا اوريدي في الاوتبوت
وهو الدلتا دلتا تي بين البوزيتيف ايدج بتاعت الكلوك وبين الزيرو كروسنج كبيره. فكانت اوريدي حصل ايه للاوتبوت؟ خلاص وصل لفاينل فاليو الفي فاينل. فساعتها في الريجنريشن تايم ما اتغيرش، فضل ثابت على مين؟ على الفي فاينل. طب ايه السيناريو بقى اللي جنبه ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه، اللي هو الاوتبوت قاعد يتراك خلاص بالانبوت بس مضروب في مين؟ في الجين بتاع الايه؟ بتاع البري امبليفاير. فهو قال لك افترض ان انت السلوب بتاع الانبوت هو كي، خلاص ده السلوب. يعني هو قال لك تعالى نفترض دلوقتي ان السلوب بتاع الانبوت اتغير بكي، فالديفرنشال سلوب هو مين؟ هو 2K. الديفرنشال سلوب هو ده ماينس ده، بوزيتيف ماينس نيجاتيف. طيب فده الديفرنشال سلوب. فلو عايز اجيب الانيشال فاليو اللي هيوصل لها في نهايه السامبلنج فيز قبل ما يبدا ريجنريشن فيز، يبقى لازم اضرب السلوب ده اللي هو بدايه منين؟ من النقطه دي الزيرو كروسنج لحد النقطه دي اللي هي الدلتا تي دي، اضرب السلوب في مين؟ في التايم اللي هو الدلتا تي. فيبقى الفاينل فاليو اللي هو وصل لها في السامبلنج فيز قبل ما ابدا ريجنريشن فيز الديفرنشال هي 2K دلتا تي تايمز الجين بتاع الايه؟ الامبليفاير، لان هو فرض ان الكي ده هو السلوب بتاع مين؟ بتاع الانبوت. تمام؟ طب فده الايه؟ السيناريو الثاني. وبعد كده ده الاكسبوننشال جروث بقى اللي كنا لسه بنتكلم عليه، يعني هنا اللاتش بدا يشتغل وعمل ريجنريشن لحد ما وصل دي للايه؟ لنفس الفي فاين. طب ايه بس الفرق بين التو سيناريوز ده؟ مش الفيز ديتكتور اوتبوت ده هو اللي هيخش بعد كده على الفي سي او؟ صح؟ المفروض لسه احنا ما اتكلمناش عليها لسه، بس المفروض احط بينه وبين الفي سي او لوب فلتر، مش كده؟ عشان اكيوميليت عليه لو في ايه؟ فريكونسي دريفت. طب في اللوب فلتر ده المفروض هيعمل ايه؟ اللوب فلتر ده المفروض هيعمل ايه؟ هيافرج مين؟ هيافرج الايه؟ الاوتبوت اللي خارج منين؟ من الفيز ديتكتور ده. طب في الفكره بقى لو جيت ابص على الافرج اوتبوت هنا ديورنج ريجنريشن قيمته مالها؟ الافرج اوتبوت هنا ديورنج ريجنريشن القيمه بتاعته ثابته اللي هي في فاينل، لكن الفرق بقى ان هنا ايه؟ الافرج اوتبوت ماله مش ثابت، لازم اعمل ايه عشان اجيب الافرج اوتبوت ده؟ اعمل التكامل ده، فلازم اعمل التكامل من هنا لهنا بالكيرف بتاع الاكسبوننشال ريجنريشن، وبعد كده الجزء ده ايه؟ ثابت. فساعتها لما اجي اعمل التكامل ده هلاقي طبعا الافرج طالع لي المره دي اقل من الايه؟ من الفي فاينل، على عكس المساله الايه؟ الاولانيه اللي على الشمال. طيب افرض بقى انا عايز موديل مين دلوقتي؟ انا عايز موديل السامبلر اللي هياخد الايدج سامبل، لان هو ده اهم واحد في الاوبريشن بتاع مين؟ بتاع البانك بانك فيز ديتكتور، مش كده؟ فانا عايز اعمل ايه كمان؟ انا عايز موديل الكلام ده لما الدلتا تي تبقى ايه؟ اصغر كمان، اللي هي لما بقى عند الميتا ستيبل بوينت، صح؟ فهاخد دي للاكستريم، بمعنى ايه؟ هصغر قوي الدلتا تي دي لدرجه ان اللاتش ده يقعد في مش عارف يريزولف، يخش في الميتا ستابيليتي، يبقى الحته دي هيحصل فيها ايه؟ تتغير تبقى شكلها عامله ازاي؟ هتبقى عامله كده. كده بقى فعلا دخل في الميتا ستيبل ريجن، يبقى انا هنا يا دوبك بسامبل، يعني ادي الفي اكس والفي واي، بس انا جيت اسامبل فين بالظبط؟ جيت اسامبل في الحته اللي عند الزيرو كروسنج بتاعها. فيبقى الانيشال فاليو بقت ايه هنا؟ بقت صغيره جدا، هي ما زالت قيمتها برده 2 كي دلتا تي في الاي بري امبليفاير، صح؟ بس الفرق ان الدلتا تي بقت ايه؟ صغيره جدا، لدرجه انه قعد كل التي بت على 2 اللي هي بتاعت الريجنريشن بيريد شغال في انهي ريجيم؟ في الاكسبوننشال جروث، ما لحقش يوصل حتى للايه؟ للفي فاينل. خلاص؟ طب هنشوف ليه ده اهميته ايه دلوقتي في الاناليسيس. طب افرض بقى انا قلت لك احسب لي بقى الافرج اوتبوت من الفيز ديتكتور، يبقى لازم اعمل ايه هنا؟ اكتب بقى الاكسبريشن بتاع الايه؟ اكامل الاكسبوننشال كيرف ده، يبقى هجيب الافرج اوتبوت اللي خارج من الفيز ديتكتور ان انا اقسم 1 على تي بت واكامل من 0 لتي بي اللي هي المسافه دي. المعادله بقى بتاعتي اللي هي 2 كي دلتا تي في اي بري امبليفاير في الايه؟ في الاكسبوننشال ريجنريشن اللي بيحصل من الايه؟ من اللاتش بتاعي. طيب هنشوف بقى ايه اللي انا هوصل له. هعمل التكامل طبعا الاكسبوننشال ده وعوض بالليمت، هتلاقي نفسك وصلت للايه؟ للاكسبريشن ده اللي هو بيربط لك الايه؟ الافرج اوتبوت بتاع الفيز ديتكتور مع مين؟ مع إيه؟ مين بقى اللي يهمني هنا؟ كاوبريشن بتاع الفيز ديتكتور انا عايز اربط الاوتبوت بالانبوت. الاوتبوت هو الافرج اوتبوت، مين الانبوت هنا؟ دلتا تي.
طلع بعد كل الكلام اللي احنا عمالين نقوله ده بتاع النون لينياريتي الفيز ديتكتور الريليشن شيب بتاعته ايه؟ لينير. خدتوا بالكم ليه؟ لان انا جبت علاقه بين الافريج اوتبوت بتاعته والدلتا فاي او الدلتا تي. ما الدلتا تي هي بتريبريزنت الدلتا فاي عند الايه الميتا ستيبل بوينت ان هو قريب قوي من اللوك كونديشن. خلاص فاللوب زي ما هنشوف بقى دلوقتي الاوبريشن بتاعها لما تبقى فيري كلوز تو لوك هلاقي كان الفيز ديتكتور اصبح لينير. لكن هتبيهيف بقى نون لينير امتى؟ هنتكلم عليها دلوقتي بقى لما ايه لما الدلتا تي دي تكبر. تمام. طيب فلو تعالوا بس نكمل كده الايكويشن. يبقى الافريج اوتبوت ده اتفقنا ان هو لينير مع الدلتا تي. خلاص واقدر من هنا احسب ارسم الايكويشن اللي احنا جبناها هنا اللي هي الفي اوتبوت افريج بتاعه الفيز ديتكتور فيرسس الدلتا تي. هلاقي ان المعادله ماشيه ايه لينير. طيب هتفضل بقى ماشيه لينير لحد فين؟ لحد حاجه اسمها الدلتا تي لينير اللي هي الماكسيمم تي اللي هخرج فيها من لينير ريجن. هخرج منين هخرج امتى من لينير ريجن؟ في الاسامبشن بتاعي ده هيبوظ امتى؟ الاسامبشن ده هو اللي وصلني للينير ايكويشن صح؟ امتى هخرج من اللينير ريجن ده؟ ها لما اوصل ان الفي فاينل بتاعتي دي مش كده توصل للايه للفي فاينل صح. يعني لو كتبت المعادله دي مش دي الفي فاينل بتاعتي اللي انا كملتها. لو دي وصلت ان هي بتساوي الفي فاينل يبقى التكامل لازم يتقسم نصين. يبقى هتبدا تظهر لي النون لينيرتي. يبقى هكتب ازاي الدلتا تي لينير؟ يبقى الدلتا تي لينير هي الدلتا تي اللي عندها ده هيساوي مين؟ الفي فاينل. فيبقى وطبعا الفي فاينل انا عارفها من الاي بي في الار. يبقى من هنا اقدر احسب قيمه الايه الدلتا تي لينير اللي بعدها الكيرف بقى هيبدا يظهر فيه النون لينيرتي. طب الدلتا تي كبرت قوي عن الدلتا تي لينير هيحصل ايه؟ ها خلاص الكيرف هيساتوريت بعد كده. هوصل بقى للي هسميها الايه؟ الدلتا تي سات. ايه الدلتا تي سات؟ دي انهي سيناريو بقى؟ ها؟ ان انا بالظبط ان انا دخلت لقيته اوريدي وصل للفاينل فاليو بتاعها. هي الدلتا تي ايه؟ الدلتا تي سات انا كاتبها في السلايد اللي بعدها. خلاص؟ فلما الدلتا تي تكبر قوي بقى كمان عن الدلتا تي لينير خلاص؟ البري امبليفاير هيوصل لها امتى؟ هيوصل لها لما يوصل ان هو اول ما يبدا يخش في الريجنريشن فيز هنا دخل لقى الفي فاينل بتساوي مين على طول؟ بتساوي 2K في الايه؟ في الاي بري امبليفاير في الدلتا تي. تمام؟ يعني كانه اول ما دخل لقى ان السلوب مضروب في الدلتا تي اديته اصلا الايه؟ الفي فاينل. فمش هيحصل اي امبليفيكيشن للريجنريشن بعد كده. فعشان كده كان الفيز ديتكتور دخل في الايه؟ في الساتوريشن ريجن. عشان كده نسميها ايه؟ الدلتا تي سات. تمام؟ يبقى رغم ان احنا عمالين نتكلم من اول محاضره ان انا اتس نون لينير فيز ديتكتور، بس لما جيت بقى فعلا اعمل ديريفيشن للكاركترستكس بتاعته لقيت ان هو هيبيهيف ايه؟ از لينير فيز ديتكتور طالما الانبوت فيز ايرور الدلتا تي صغير قوي. اللي هو هيترانسليت لايه زي ما هنشوف دلوقتي؟ اللي هو لو الانبوت جيتر صغير. وهنشرح ليه دلوقتي. طيب فلو الانبوت جيتر صغير يبقى بالتالي زي ما نشوف دلوقتي الدلتا تي او الدلتا فاي هتبقى صغيره. يبقى البانج بانج سي دي ار هيبيهيف زي الايه؟ زي اللينير فيز ديتكتور. طب ما لو زي اللينير فيز ديتكتور يبقى اللوب داينامكس هتبقى زي مين بالظبط؟ زي اللوب داينامكس بتاعت اللينير فيز ديتكتور سي دي ارز اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت. صح كده؟ هتبقى هي ايدنتيكال طول ما ايه؟ ما الدلتا فاي صغيره. وامتى الدلتا فاي هتبقى صغيره؟ لما الانبوت جيتر يبقى صغير هو كمان. طب افرض الانبوت جيتر زاد قوي من الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت، مش لما الانبوت جيتر يزيد ساعتها اللوب مش هتراك صح؟ فيبدا يحصل ايه للدلتا تي او الدلتا فاي؟ تبدا هي تزيد كمان، فيبدا الفيز ديتكتور بتاعي يخش في انهي ريجن بقى؟ النون لينير ريجن. ساعتها لازم بقى اعمل اناليسز مختلف. يبقى خدنا بالنا النقطه دي. يبقى الاناليسيس بتاع النون لينير سي دي ارز بطريقتين او ليه تو ريجنز اوف اوبريشن. ليه ريجن اوف اوبريشن؟ لو الجيتر صغير هيبيهيف از لينير لوب. تمام؟ لو الجيتر زاد قوي يبدا يخش في الايه؟ في النون لينير مود اوف اوبريشن اللي هنتكلم بقى عليه بالتفصيل في السلايد اللي جايه ان شاء الله.
انت برضو محتاج اللاتش عشان يحفظ الفاليو، عشان لو لاي سبب الانبوت اتغير تمام الاوتبوت يحافظ على قيمته بغض النظر بقى هو انت كبرته ولا لا. فاهم قصدي؟ لا تاني مش فاهم قصدك. ما انت يعني ثيوريتيكلي انت عايز الريجنريشن تايم يبقى صغير، فكل ما الريجنريشن تايم صغير يبقى اللاتش بتاعك سريع، فده كويس. بالظبط. يعني ايه انت قصدك يعني ايه اهميه البري امبليفاير؟ يعني انا لو ما حطيتش بري امبليفاير ايه المشكله؟ ان اللاتش هيبدا من قيمه صغيره فهياخد وقت اطول عقبال ما ايه؟ ما يريجنريت. فالبري امبليفاير بيساعده بيكبر له السيجنال قبل ما هو يبدا ايه؟ يريجنريت. فتعرف تريزولف، فمحتاج كانك مش محتاج تقلل التاو ريجنريشن بالظبط. فتعرف تريزولف انبوت اي اصغر لان هو كانه جين ستيج قبلها. فاهم قصدي؟ بص هو كانه بيساعدك يعني ايه، انت لما يبقى عندك اي دايجرام صغير مقفوله تمام، لما تعرف تحط اي بري امبليفاير كبيره والتاو صغيره فيبقى انت هتعرف تريزولف الاي الصغيره دي. انت فاهم قصدي؟ ليه؟ لان لو انت التاو بتاعتك كبيره مش هتعرف تريزولف الاي الصغيره، لان هي ايه، بص على المعادله، هي كومبينيشن من الاثنين صح؟ بي انيشال وتاو. فانت عشان تعرف توصل للفاينل فاليو، ما هو انت لازم توصل للفاينل فاليو عشان الاوتبوت بتاع الفليب فلوب يبقى ايه؟ فولي سيتل، ما يفضلش في الميتا ستابيليتي، انت لازم تخرجه من الميتا ستابيليتي صح؟ فعندك حل من اثنين، يا تكبر البي انيشال يتكبر الايه؟ يتصغر الايه؟ يتصغر التاو. فاهم قصدي؟ بس التاو تو سم ليميت خلاص، يعني انت وصلت للماكسيمم سبيد اللي هتقدر عليها هتبدا بقى ساعتها تحاول تكبر البي انيشال، نكبر التري امبليفاير. فاهم قصدي؟ طيب تحبوا ناخد بريك ولا نكمل عشان ما يعني نتاخرش ولا ايه؟ عايزين ايه؟ ناخد بريك؟ طيب ماشي بقى. ماشي ناخد 10 دقايق كده لو تحبوا. خلاص ثانية ناخد 10 دقايق. انا كنت قلت لك بس المحاضره اللي فاتت فاينل ان شاء الله انا كنت بفكر اعملها لك تكون مكان في مقال وانت بتقول يعني تجيبوا بقى تكتبوا عن الحاله غالبا يعني الفات مع الاختبارات ممكن يبقى اوبن بوك ان شاء الله. ما هو خلينا بقى نتفق المحاضره اللي جايه ان شاء الله. يا اما ده يا اما ده، لان انا امتحانكم تاني هيبقى في الاخر 21 يوم تقريبا او حاجه 23 فاكر ان هو حاجه كده يعني. فنتفق يعني يا اما هيبقى ده يا اما الثالث. انا كنت مفضل ان هو يبقى الثالث الحقيقه عشان ده خلصت خلاص ونشوف واحد بقى ان شاء الله يكون الثالث، وده غالبا افضل يعني. تقريبا الافضل بالنسبه لنا بقى معانا وقت ان هنشوف بقى معاكم ان انتوا مثلا تخلوا المشروع الثاني ده لمده اسبوع ولا حاجه واديكم بقى الثاني وفي نفس الوقت اوكي هيتكلموا لي قبل الامتحان وتكتبوا بقى في الامتحان. Come on.
ماشي. لا ان شاء الله انا مثالي كان في يعني 32 الحمد لله يعني قريب. فلا ان شاء الله يبقى في كنيس كويس جميل جدا ده بالنسبه لشغلك يعني. هو انا طبق يعني انا حابب انا شغال مره 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 ما هو انت دايما حاول تختار حاجه مفيده ليك تمام. يعني انت لو انت المجالين بالنسبه لك حاببهم يبقى اختار الحاجه اللي انت شايف ان انت مهتم فيها في الشغل عشان تبقى ان انت مثلا بالاراء هي ينفعك في شغلك بعد كده. ممكن انا كمان افكر يعني ايه شويه هتفرق طبعا حسب بقى انت هتروح يعني الجامعه وتروح شغاله في ايه لان ده اتجاه وده اتجاه ثاني مش كده انت تختار حاجه انت حاببها عشان تكمل فيها يعني يعني ممكن بنتفق في اي وقت نعمل كده ميتنج انا وانت ودكتور محمد خلاص
سامعين بس حد يكتب لي. طيب تمام حلو نكمل شير السلايد. طيب تعالوا نكمل الكلام بتاعنا. خلاص يبقى اتفقنا دلوقتي ان انا هاخد بقى الالكسندر فيز ديتكتور ده اللي هو النون لينير فيز ديتكتور هدرايف بيه الفي سي او. خلاص بس عشان ادرايف بيه الفي سي او لازم اخد الايرلي ليت سيجنالز دي اطرحها من بعض. خلاص اللي هو كنا زمان بنعمله بالايه بالشارج بامب واللوب فلتر في البي ال ال. فهنعمل نفس الفكره هنا. خلاص ان انا هاخد التو اوتبوت فولتجز دول هطرحهم من بعض بالفي تو اي كونفرجن ده وامشي الكرنت ده بعد كده في مين؟ في اللوب فلتر. خلاص همشي الكرنت ده في اللوب فلتر. ليه بقى حطيت لوب فلتر بدل اول واحده اللي هي اللينير؟ عشان تبقى ايكوفالنت لتايب ايه؟ لا تايب 2 بي ال ال. ليه؟ لان انا دلوقتي اقدر امشي الكرنت ده في كاباستور. خلاص فالكرنت ده لما يمشي في كاباستور يقدر يعمل ايه؟ يزود الكنترول فولتج. لما يزود الكنترول فولتج يقدر يتحكم في الايه؟ في الفريكونسي بتاعت الفي سي او بحيث تتراك الفريكونسي ده بالايه؟ الانكومينج داتا. طب فرضا ان الفريكونسيز مظبوطه خلاص يبقى على طول ايه؟ انت هتقعد تبقى ايرلي او ليت. ايرلي او ليت على حسب انت ايه؟ الدلتا فاي بتاعتك صغيره قوي انت حوالين الميتا ستيبل بوينت صح؟ فانت طول ما انت حوالين الميتا ستيبل بوينت زي ما اتفقنا هو مش عارف يريزولف فهي ايكوال بروبابل ممكن يعني ممكن مثلا ما يجيلوش ابديت او ممكن مره يجيله ابديت ايه ايرلي ويرجع تاني ليت. فساعتها مين اللي عمال يطلع وينزل؟ الكرنت اللي ماشي هيتضرب في مين؟ هيتضرب في الريزستور ار بي. والبوتنشال اللي على الكاباستور هيبقى ايه؟ هيبقى ثابت. ليه؟ لان البوتنشال على الكاباستور ده هو اللي بيتراك الفريكونسي دريفت صح؟ هو اللي بيتراك الفريكونسي فاريشن. بس وانس الفريكونسي بتراك الانبوت فريكونسي اصبح البوتنشال على الكاباستور ده ايه؟ ثابت خلاص. سيميلر للايه للبي ال ال بالظبط. لكن مين اللي بيتراك بقى الفيز فاريشنز؟ الفيز فاريشنز هو الاي اللي ماشي هيتضرب في الار مره بوزيتيف مره نيجاتيف على حسب الاي ده ايرلي ولا ليت. ايرلي ولا ليت او تراي ستيت يبقى نو ابديت يبقى مفيش كرنت خارج صح كده. فيبقى واخدين بالنا يبقى الـ يعني عشان نبقى فاهمين بس الانالوجي بينها وبين التايب 2 بي ال ال هي ان الكاباستور هو اللي هيستور الايه الفريكونسي انفورميشن صح لان البوتنشال هيتخزن عليه هو اللي هيديك الايه الفريكونسي بتاعت الايه الفي سي او بتاعك تمام. طيب هبدا بقى انالايز اللوب ازاي. هبدا انالايز اللوب هبني لها موديل كده بسيط ان الانبوت فيز اللي داخل بتاع الداتا هو اللي داخل على الفيز ديتكتور بتاعي والفيز ديتكتور بتاعي هو اللي هيدرايف الفي تو اي. فبدل ما كنت انا بقول زمان والله الفيز ديتكتور بتاعي الاوتبوت افريج فولتج خلاص بقى هبص على الاوتبوت هنا. طيب الاوتبوت المره دي افريج مين؟ كرنت. فيعني كان الاوتبوت كرنت ده هو اللي خارج من الاثنين دول على بعض اللي هو النون لينير فيز ديتكتور مع ايه الفي تو اي كونفرتر. فده هيبقى ليه نفس الشيب بالظبط بتاع الايه البانج بانج فيز ديتكتور اللي اتكلمنا عليه من شويه ان والله لو الدلتا فاي صغيره طلع لي الافريج بدل بقى فولتج بقى الافريج كرنت طلع ايه لينير لحد ما الدلتا فاي تزيد عن حد معين اللي هو كنا مسمينه دلتا تي سات. خلاص هنا بس سميناه فاي ام عشان هيريليتو بقى للفيز بدل للتايم بس هي هي تمام. فيبقى لو انت اقل من فاي ام يعني لو الفيز ايرور دلتا فاي ما بين الانكومينج فيز بتاع الداتا والفاي اوت اللي هو بتاع الفي سي او لو هو حاجه صغيره قوي يبقى اللوب هتشتغل ايه الفيز ديتكتور هيشتغل ايه في لينير ريجن. طب وانس وصلت للسات ساتوريشن اللي هو دلتا تي سات اللي انا سميتها هنا فاي ام خلاص الاوتبوت اللي هيخرج من الفيز ديتكتور هيبقى ثابت على الايه على الفي فاينل زي ما كنا قلنا اللي هو هنا سميناه ايه اي بيك. خلاص دي اي بيك اللي هي الماكسيمم كرنت اللي ممكن يخرج منين من الفيز ديتكتور وراه الفي تو اي كونفرتر اللي هو في الاخر هيشحن لي الايه اللوب فلتر بتاعي تمام. فعشان كده هنا بس حولتها الكرنت فيبقى الماكسيمم اي بيك والمينيمم نيجاتيف اي بيك والساتوريشن بوينت هي ايه نيجاتيف فاي ام وايه وفاي ام زي ما اتفقنا تمام.
طيب ف... ف... فواضح ان ايه زي ما اتفقنا يعني طبعا اللوب جين العالي خلاص يعني مازال الايه مازال ايه اللي خلى يعني بس تعالوا نرجع وان ستيب باك ايه اللي خلى الفيس ديتكتور بتاعي رغم ان هو كان نون لينير يبقى عنده لينير بيهيفير ايه الفينومينا اللي خلته يحصل له كده ها هي الميتا ستابيليتي صح يعني لو ما كانش فيه ميتا ستابيليتي في الفليب فلوب ما كانش الشكل ده هيطلع له صح كان هيرجع نون لينير تاني فالمين فينومينا اللي خلت البيهيفير ده يظهر لي ان البانج بانج فيس ديتكتور ياكت از الينير فيس ديتكتور هو ايه الميتا ستابيليتي بتاعت الايه الفليب فلوب الحقيقه في برضو انذر فينومينا احنا ما اتكلمناش عليها في بيبر حلو قوي يعني رذافي اللي كاتبها عامل فيها الاناليسز ده اللي احنا بنشرحه هنا هوريكم الريفرنس يعني تعرفيه في السلايد اللي جايه هو بيشرح ان في تو مين فينومينا هم اللي بيعملوا اللينيرايزيشن للايه للريسبونس بتاع البانج بانج فيز ديتكتورز المنظر ده واحده اللي احنا شرحناها اللي هي الميتا ستابيليتي الثانيه الفيز نويز بتاع الفي سي او بتاعك ليه لان انت حتى لو انت الريسبونس بتاعك هيفيلي نون لينير زي ما كنا رسمينه مثلا قبل كده خلاص يعني تخيل ده الريسبونس بتاع الفيز ديتكتور بتاعه هيفيلي نون لينير مش كده بس نتيجه الراندوم فيز نويز بتاع الاوسيليتور بتاعك الراندوم فيز نويز عامل ازاي عنده جاوسيان ديستريبيوشن كده للايه للنويز فكانك بتعمل ايه هنا كونفولوشن بين الاثنين دول فيحصل ايه يحصل كانه عمل سبريدنج كده للايه للريسبونس بتاع الفيز ديتكتور فهم التو فينومينز دول اللي هو الراندوم فيز نويز بتاع الاوسيليتور مع الميتا ستابيليتي هم اللي بيخلوا الايه الكاركترستكس بتاعه البانج بانج فيز ديتكتور تظهر بالمنظر ده بس احنا بقى ما عملناش لوب اناليسز ليها بالتفصيل يعني بالظبط يعني بالظبط تمام طيب هنبدا بقى نتكلم تعالوا نبدا نتكلم بقى على الجيتر ريسبونس بتاعها زي ما عملنا بقى في اللينير نتكلم برضه على الجيتر ترانسفير والجيتر تولرنس طيب هبدا انالايز ازاي عشان ابدا انالايز لازم افترض ان الانبوت جيتر اللي داخل لي ساينوسويدال فافترض ان فاي انبوت اوف دي اللي هو الانبوت جيتر اللي داخل مع الداتا هو ساينوسويدال خلاص بماجنتيود فاي انبوت بيك كوساين اوميجا فاي تي حيث اوميجا فاي دي هي الساينوسويدال الفريكوانسي بتاعت الايه الساينوسويدال جيتر اللي داخل طيب عشان ابدا بقى انالايز الريسبونس بتاع اللوب لازم ابدا اشوف هي هتوبريت في انهي ريجن خلاص طيب فهبدا الاول بريجن سهل هقول طيب والله لو فاي انبوت بيك دي صغيره جدا اقل قوي من فاي ام اللي هي كفايه انها تدخل الفيز ديتكتور في النون لينير ريجن يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل الفيز ديتكتور هيشتغل في اللينير مود طب ما هو في اللينير مود يبقى اصبح اللوب اناليسيس دي زي بالظبط اللوب اناليسيس بتاعت مين السي دي ار واللينير فيز ديتكتور فهياخد شكل ايه بالظبط زي ما اتكلمنا المحاضره اللي فاتت هيبقى لو باس فلتر يبقى فاي اوتبوت على فاي انبوت هتاخد نفس شكل اللو باس فلتر سيميلر لللينير فيز ديتكتور ايه سي دي ار اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت طب معناها ايه انها تاخد شكل اللو باس فلتر معناها ان لو الانبوت جيتر ده الفريكوانسي بتاعته صغيره ايه علاقه الانبوت جيتر بالاوتبوت جيتر هيتراكوا بعض يبقى فاي اوتبوت هتساوي مين فاي انبوت صح ده معنى اللو باس فلتر مش كده طب لو فاي اوتبوت تساوي فاي انبوت يبقى الدلتا فاي بكام؟ بصفر يبقى انت شغال في انهي ريجن؟ اللينير ريجن فهو ده الاسامبشن يعني طول ما الانبوت جيتر فريكونسي صغيره او الماجنتيود بتاع الجيتر صغير صح ليه؟ لان اتكلمنا المحاضره اللي فاتت على الجيتر تولرنس الجيتر تولرنس كان فانكشن في ايه؟ حاجتين صح؟ في الماجنتيود بتاع الجيتر والايه؟ الماجنتيود والايه؟ والفريكونسي بتاعت الجيتر فاز لونج از ان الماجنتيود بتاع الجيتر صغير او الفريكوانسي بتاعته صغيره يبقى اللوب دي هتعرف هتشتغل في اللينير مود صح والاوتبوت جيتر هيتراك الانبوت جيتر فالدلتا فاي هتفضل ايه صغيره فهتفضل شغال في انهي مود في اللينير مود طب انت بقى خش في النون لينير مود ها لو حصل ايه حاجه من الاثنين يا الفريكوانسي عليت فخرجت بره اللو باس ريجن خلاص فالفاي اوتبوت مش هتراك الفاي انبوت وبالتالي الدلتا فاي هيحصل لها ايه تكبر
او حتى لو الفريكونسي ما عليتش بس ايه اللي عليه الفاي انبوت لدرجه ان السي دي ار مش عارفه يحصل ايه بقى تتراك الايه الانبوت جيت فالدلتا فاي برضو هي كمان يحصل ايه تزيد في حاله من الاثنين دول ساعتها اللوب تبدا تشتغل في الايه في النون لينير مود اوف اوبريشن خلاص طيب ايه اللي هيحصل بقى تعالوا نرسم الويف فورمز يعني سيبنا من الكلام ده خلاص تعالوا نبدا نبص على شكل الويف فورمز هتبقى عامله ازاي طيب ايه اللي هيحصل لو انا مدخل زي ما اتفقنا كده ساينوسويدال جيتر اللي انا رسمه اول رسمه فوق دي اللي هي الانبوت جيتر ساينوسويدال اهو البيك بتاعه فاي انبوت بيك وطبعا الفريكوانسي بتاعته هي ايه اوميجا فاي فيبقى من هنا لهنا هي 1 سايكل اوف جيتر اللي هي تي فاي خلاص طيب ايه اللي هيحصل بقى تعالوا نتخيل دلوقتي ان الانبوت جيتر ماجنيتيود ده كبر جدا خلاص بحيث الدلتا فاي فعلا كبرت فبقى الفيز ديتكتور شغال في انهي ريجن دلوقتي في نون لينير ساتوريتد طيب الساتوريتد يبقى الاوتبوت كرنت هياخد كام قيمه يا بوزيتيف يا ايه يا نيجاتيف طب على حسب مين المفروض اول ما الفاي تقلب بوزيتيف لو اللوب مش قادره تحصلها هي يعني معنى ايه اللوب تحصلها لو فاي اوتبوت بتساوي فاي انبوت يبقى في بيرفكت تراكنج يبقى انا كده لوكت صح بس انا بقول لك بقى تخيل حصل العكس فاي انبوت زادت قوي فاي اوتبوت مش قادره تحصلها يحصل ايه للفيز ايرور يبقى بوزيتيف يبقى الاوتبوت يقلب ايه على طول بوزيتيف بس بوزيتيف قيمته ايه كونستانت بلس اي تي اللي هو الماكسيمم طب يفضل ماشي بوزيتيف لحد ما يحصل ايه الفيز الساينوسويدال جيتر يقلب ايه نيجاتيف بس اللوب مش قادره تحصلها بس هي قلبت نيجاتيف فيحصل ايه للاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور يقلب العكس نيجاتيف اي بي ويفضل ثابت وهكذا فيبدا يظهر لي ويف فورم شكلها عامله ازاي على الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور سكوير ويف زي ما انا شايف كده فيبدا الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور يقلب ان هو ايه كرنت بالسز سكوير ويف طلع لي الماكسيمم فاليو للفيز ديتكتور بيحاول يطلعها مش قادر يطلع اعلى من كده عشان يتراك الفيز خلاص طيب لو ده الاوتبوت بتاع الفيز ديتكتور ده كرنت خلاص الكرنت ده تعالوا نفترض دلوقتي ان الفريكوانسي بتاعت الجيتر دي سريعه قوي عشان كده اللوب اصلا ايه لوست لوك خلاص وبالتالي سريعه بقى ريليتيف لايه سريعه ريليتيف لللوب باندويث اللي هي ديتيرمند باي مين باي كاباستور سي بي يعني كاني بمعنى اخر بقول لك افترض ان الكاباستور ماله كبير قوي خلاص طيب لو الكاباستور ده كبير قوي اللي هو في هنا خلاص وجاي وقاعد يجي له هنا كارنت فالسز زي ما انا شايف كده بوزيتيف ونيجاتيف فالسز هل الكاباستور ده لو هو كبير قوي او الريت اوف تشينج بتاع البالس دي سريع قوي عليه ما هو المعنى واحد صح الكاباستور ده هيفرغ او يشحن ولا البوتنشال هيفضل ثابت البوتنشال هيفضل ثابت يبقى الفي كاباستور هتفضل تقريبا كونستنت لو الفريكوانسي بتاعت الجيتر سريعه او الايه او ال قلنا لو الفريكوانسي سريعه او قيمه الكاباستور ايه كبيره تمام طيب فلو فولت هنا ثابت يبقى التوتال فولتج اللي داخل على الفي سي او هو حاصل جمع الفي كاباستور زائد الاي في الار صح يبقى الفي كنترول بتاع الفي سي او هيبقى قيمته هي مين هيمشي زي الايه زي السكوير ويف ده بالظبط لان هو بقى في كونستانت اللي هي على الكاباستور بلس اي في الار والاي في الار مره بتقلب بوزيتيف وايه ونيجاتيف يعني نيجاتيف اي ار وبوزيتيف ايه اي ار على حسب الاوتبوت اللي خارج منين من الفيز ديتكتور فبالتالي الفريكوانسي بتاعت الفي سي او بروبورشنال لمين الفولتج على الكنترول لاين صح فبالتالي طالما الكنترول لاين فولتج ماشي سكوير ويف يبقى هيحصل ايه للفريكوانسي اوف اوسيليشن بتاعت الفي سي او هتمشي برضو از سكوير ويف هتتغير من اوميجا 1 لاوميجا 2 حيث احسب بقى قيمه الاوميجا 1 دي ازاي الاوميجا 1 دي هي عباره عن مين عن الكي في سي او مضروبه في مين في الفي كنترول الفي كنترول هنا بتساوي ايه هتساوي في كاباستور ماينس اي في ار طب والفي كنترول هنا الفي كاباستور بلس اي في ار فهيقعد يوصليت ما بين ايه تو فريكوانسيز اوميجا 1 وايه واوميجا 2 خلاص طيب طبعا مقدار الجامب في الفريكوانسي دي مين اللي هيحددها البيك كارنت بتاع مين
بتاع الايه الفيز ديتكتور بتاعي. طيب تعال نكمل. لو ده شكل الويف فورم اللي انت متوقعها على الفي سي او فريكوانسي اللي هي الاوميجا بتاعته او الاف بتاعته، انا يهمني مين الفاي اوتبوت، ايه علاقه الاوتبوت فيز بالفريكوانسي؟ التكامل ده اللي هو انهي خط هنا اللي هو الخط الاسود ده اللي هو الفاي اوتبوت. يبقى الفاي اوتبوت اللي خارجه من الفي تي او هي التكامل ده. فطالما ده سكوير ويف يبقى انا المفروض يطلع لي هنا عباره عن ايه؟ تراينجلر ويف. يبقى الاوتبوت فيز بتاع السي دي ار لوب هيمشي زي الشكل الايه التراينجلر. لما يجي لي بوزيتيف على البلس بتاعه الفريكوانسي هيبقى عندي ايه فاي اوتبوت هتمشي لينير بسلوب بوزيتيف. طب لما ده يقلب سكوير كان يعني سكوير ويف بالنيجاتيف، ليه بقى اسميها بوزيتيف ونيجاتيف؟ لان انا بنسبها ريليتيف للنومينال اوميجا، صح؟ ليه؟ لان هي النومينال فري رانينج فريكوانسي هي دي، فهي زادت بدلتا اوميجا وقلت بايه دلتا اوميجا. لان انا اللي بيهمني ارسمه هنا ده اللي بنسميه الاكسس فيز اللي هو الزياده في الفيز عن النومينال ايه فريكوانسي، تمام؟ فهي اوميجا في سي او بلس الدلتا اوميجا وماينس الدلتا ايه اوميجا. فانا عايز اجيب فرق الفيز نتيجه الايه الانكريمنت في الايه في الاوميجا او الديكريمنت في الاوميجا، خلاص. فيبقى بالتالي هنا هيطلع لي تكامل ده خلاص بسلوب بوزيتيف، وهنا التكامل ده بايه بسلوب نيجاتيف. طب تعالى ارسم بقى الكيرفين دول فوق بعض. يعني انا رجعت بس الخط المنقط ده هو مين؟ هو الفاي انبوت، تمام؟ ليه بقى؟ عشان اوريكم بس الالاينمنت بينهم المفروض يجي ازاي. بقى احنا ما اتكلمناش عليها، ايه اللي حصل بقى هنا؟ هو كان مفروض لو السي دي ار دي شغاله في اللينير مود اوف اوبريشن، لو الفاي انبوت ساينوسويدال كان المفروض الفاي اوتبوت تطلع ايه ساينوسويدال زيها. طيب في بيرفكت تراكنج ولا لا؟ يبقى في بيرفكت تراكنج. لكن ايه اللي حصل لللوب بقى لما دخلت في النون لينير ريجن او نون لينير مود اوف اوبريشن؟ حصل ايه؟ حصل ان الماجنيتيود بتاع الجيتر زاد قوي او الفريكوانسي بتاعته عليت، فاللوب ما بقتش قادره تلوك، صح؟ فحصل اللي احنا بنسميه سلوينج. يعني ايه سلوينج؟ لو تفتكروا زمان في الامبليفاير كان بيقول لك ايه، لما بتدخل على اي امبليفاير ساينوسويدال سيجنال المفروض الاوتبوت يطلع ايه ساينوسويدال سيجنال، لكن لو الفريكوانسي بتاعت الساينوسويدال دي بقت سريعه قوي على الامبليفاير، الامبليفاير بيخش في ريجن اسمه سلوينج، اللي هو ايه ان الاوتبوت بتاعه مش عارف يتراك الانبوت، ما بقاش الجين في الانبوت، لا اصبح بيسلو. يبقى بيمشي بسلوب هو ليه ماكسيمم ريت اوف تشينج، صح؟ فالماكسيمم ريت اوف تشينج ده معناه ان هو ايه خلاص هيمشي لينير، قاعد يزيد بيحاول يحصله، صح؟ يعني ده بيزيد اهو، هو بيحاول يحصله بس بيعمل ايه سلوينج، مش قادر يحصله لحد ما وصل للنقطه دي. الدلتا فاي بقت بكام هنا؟ بقت بصفر، الاثنين بيساووا بعض. اول ما الدلتا فاي بقت بصفر ايه اللي حصل للاي تي؟ قلب بولاريتي، فراحت ايه راح ده الفيز بدا ايه ينزل بسلوب نيجاتيف، بيحاول برضه يحصل الساينوسويدال مش قادر يحصله لان هو بيسلو، هو مطلع اقصى حاجه يقدر عليها بس مش قادر ايه يتراك الانبوت فيز، لحد ما وصل للنقطه اللي بعدها اللي الفيز بقى بكام؟ الفيز ايرور بقى بكام؟ بصفر. بعدها يحصل ايه؟ اللي وصل لهنا راح الانبوت عكس، صح؟ الدلتا فاي بقت ترجع تاني بالايه؟ بالبوزيتيف، فيحصل ايه للفيز ديتكتور اوتبوت؟ قلب بوزيتيف وهكذا. فيبقى هيبدا يطلع لك ايه؟ تراينجلر ويفز على الاوتبوت فيز بتاعك، وده اللي بنسميه بقى النون لينير مود اوف اوبريشن للايه؟ للبانج بانج فيز سي دي ار، فيز ديتكتور سي دي ار اللي بيحصل فيها سلوينج. اقدر بقى ازاي كاركترايز الاوتبوت فيز هنا؟ معادله طلعت سهله جدا. ليه؟ مش هل انت عارف السلوب ده ولا لا؟ السلوب ده هو مين على طول؟ السلوب ده هو ده، صح؟ لان هو ده تكامل ده، فالسلوب بتاع الخط ده هو مين؟ هو كي في سي او مضروب في مين؟ مضروب في الدلتا دي. الدلتا دي اللي هي مين؟ عباره عن مين؟ اي تي في الايه؟ في الار تي، صح؟ ليه؟ لان الدلتا من هنا لهنا خلاص هي اي تي في الار تي، ضربتها بس في الكي في سي او فجابت لك الايه؟ الدلتا في الفريكونسي. فالدلتا في الفريكونسي هي السلوب بتاع الايه؟ بتاع الفيز. طب يبقى من المعادله دي اعرف اجيب البيك تو بيك فيز ولا لا؟ ها البيك تو بيك، مش انت عرفت السلوب او البيك حتى، هو انا مسميه هنا فاي اوتبوت بيك. يبقى فاي اوتبوت بيك هو مين على طول؟ هو السلوب مضروب في ايه؟ في تي فاي على 4 اللي هي ربع البيريود، لان هي طبعا البيريود بتاع الاوتبوت هو البيريود بتاع الايه؟ بتاع
تمام. وضحت ال البيهيفير بتاع السي ار في اي اسئله فيه؟ طيب تعالوا نكمل بقى الايكويشنز نمشي وراها. يبقى كده اتفقنا جبنا السلوب هضربه في التي فاي على 4 يبقى هجيب من هنا على طول مين الفاي اوتبوت بيك. يبقى هلاقي الفاي اوتبوت بيك بتاعتي هي مين؟ ادي السلوب اهو اللي هو كي في سي او في اي في الار على 2 وضربتها في ايه؟ سوري ضربتها في ايه؟ في تي فاي على 4. تي فاي على 4 اقدر اعوض بدلاله الاوميجا من التي فاي هي ايه؟ هي 2 باي على ايه؟ على الاوميجا فاي اللي هي الفريكونسي بتاعت الانبوت جيتر. فهرجع بس اعوض من هنا لهنا هجيب على طول علاقه تربط لي الفاي اوتبوت بالايه؟ بالاوميجا فاي. ليه عايز اعمل كده؟ لان انا عايز ارسمها فيرسس فريكونسي صح؟ طيب بس انا عايز ارسم مين بقى؟ خلي بالكم من دي. انا عايز ارسم الفاي اوتبوت بدلاله الاوميجا فاي بس انا مش انا عايز ارسم الجيتر ترانسفير صح؟ فعشان ارسمها صح لازم اعمل ايه؟ لازم اجيب فاي اوتبوت بيك على فاي انبوت ايه؟ بيك صح؟ طبعا هو هنا في سنه ابروكسيميشن ايه؟ ان هو مش ساينوسويدال انبوت على ساينوسويدال اوتبوت. لا هو ساينوسويدال انبوت على ايه؟ تراينجلر اوتبوت. بس كاني اقدر اموديل الترانسفير فانكشن اللي هي الجيتر ترانسفير بان هي البيك بتاع الاوتبوت جيتر الترينجلر على البيك بتاع الانبوت جيتر ايه؟ ساينوسويدال. فده كانه ريبريزنتيف عن الجيتر ترانسفير فانكشن بتاعه الايه؟ السي دي ار في النون لينير مود اوف اوبريشن. طب هقسم ده ازاي؟ خلاص خد المعادله دي واقسمها على فاي ان بيك يعني. تمام؟ فهي حاجه غريبه شويه، ليه؟ تعالى بص عليها كده. وعوضت بس زي ما قلنا بالتي فاي بدلاله الايه؟ الاوميجا. ايه معنى المعادله دي؟ معناها ايه؟ اولا الجيتر ترانسفير علاقته ايه بالفريكونسي؟ بروبورشنال لواحد على اوميجا. يبقى بالدي بي هيبقى كام؟ نيجاتيف 20 دي بي بير ديكيد صح؟ فيبقى عندي هنا ايه؟ هيبقى عندي خط مستقيم لما اجي ارسمه طبعا على اللوج سكيل بسلوب كانه سنجل بول صح؟ فكانه زي لو باس فلتر خلاص؟ فشكله ايه؟ شبه شويه اللينير، واخدين بالكم؟ يعني برضه اللينير كانت شكلها واخده ايه؟ لو باس فلتر خلاص؟ طيب بس عشان ارسم بقى الجيتر ترانسفير كامله لازم اقسم الكيرف نصين. بمعنى ايه؟ انا هنا عايز ارسم فاي اوتبوت على فاي انبوت فيرسس الفريكونسي خلاص. طيب لو الفريكونسي بتاعت الجيتر صغيره جدا مفروض كانت اللوب هتعرف تتراك ولا لا؟ هتعرف تتراك، فيبقى الدلتا فاي صغيره فهي تشتغل في اللينير مود اوف اوبريشن. ففي الحته اللو فريكونسي المفروض السي دي ار رغم انها نون لينير هتشتغل في انهي؟ في اللينير مود اوف اوبريشن. والانبوت جيتر يتراك مين؟ الاوتبوت جيتر. طب بس هنا الفاي اوتبوت هتبقى ساينوسويدال ولا ترانجلر؟ هتبقى ساينوسويدال لان هو بيتراك. فالجزء ده في لينير اوبريشن، في بيرفكت تراكنج، الجيتر ترانسفير بتاعك بكام؟ بواحد. طب وانس بقى الجيتر فريكونسي عاليه جدا خلاص ايه اللي هيحصل؟ اللوب هتبدا ما تعرفش تعمل بيرفكت تراكنج وتبدا تخش في السلوينج مود اللي كنا لسه بنتكلم عليه ده. طب وانس دخلت في السلوينج مود الفاي اوتبوت بقى تتبع اني ايكويشن؟ تتبع الايكويشن دي ان هي ما بقتش مطلع لك ساينوسويدال اوتبوت جيتر، بقت مطلع لك تراينجلر ويف فورم وبدات تخش في السلوينج، فبالتالي الفاي اوتبوت على فاي انبوت هينزل بايه؟ بسلوب ماينس 20 دي بي بير داكيت. تمام؟ از ان ابروكسيميشن بقى لو انا عايز ارسم الجيتر ترانسفير كامل بيعملوا هنا ايه؟ انتربوليشن كده بين التو لينير مودز اوف اوبريشن دول. فيبقى كان شكلها ماشي زي الايه؟ زي شكل اللو باس فلتر، شبه الايه؟ شبه لينير سي دي ار بالظبط. خلاص؟ ايه بس الفرق بقى؟ ها تعالوا نكمل عشان هيوضح اكتر لما نرسمه في السلايد اللي جايه. خلاص؟ لو انا عايز اكمل الموديلنج ده لو عايز اكمل الموديلنج ده عايز اجيب اني بوينت؟ الانترسبت بوينت دي اللي هي هسميها 3 دي بي فريكوانسي او 3 دي بي بانوث بتاعت اللوب دي اللي هي هتقلب عندها من اللينير مود اوف اوبريشن للايه؟ للنون لينير مود اوف اوبريشن. اجيبها ازاي؟ خلاص هساوي الاثنين ببعض، هساوي ده بواحد صح؟ لو سويت الاثنين دول ببعض هجيب الاوميجا فاي صح؟ اللي هي تريبريزنت مين على الرسمه دي؟ الاوميجا 3 دي بي. خلاص؟ طيب لو عملت كده
as an approximation بقى خلاص هشيل بقى الرسمه الغريبه دي وهفترض ان هي لو باس فلتر. بس 3 دي بي فريكوانسي بتاعتها هي مين؟ هي الاوميجا 3 دي بي اللي انا حسبتها منين؟ من هنا. هيطلع لي بقى الشكل عامل ازاي؟ هيطلع لي خلاص الشكل عامل كده زي لو باس فلتر، بس اصبحت الاوميجا 3 دي بي هي اللي انا جبتها من المعادله اللي فاتت، ان انا عملت الاكسترابوليشن ما بين الايه اللينير مود والسلوينج مود. طيب ايه بقى اللي طلع لي شكله غريب شويه هنا؟ الاوميجا 3 دي بي طلع فانكشن في مين؟ في الانبوت جيتر. هي دي اهم فرق بين اللينير سي دي ارز والنون لينير سي دي ارز. ايه؟ ان اللينير سي دي ارز اللي عملنا لها اناليسز في المحاضره اللي فاتت، ال 3 دي بي فريكوانسي بتاعتها كانت دايما فانكشن في مين؟ في اللوب بارامترز فقط، صح؟ لكن النون لينير سي دي ارز زي ما انتم شايفين كده طلع ليها نفس الشيب برضه، لو باس فلتر برضه. بس الغريبه بقى فيه ان اصبح ال 3 دي بي بانوث بتاعت اللوب، يعني اللوب داينامكس والبيهيفير بتاع اللوب والبانوث بتاعها طلع فانكشن في مين؟ في الانبوت جيتر. يبقى لو جيت ترسم الجيتر ترانسفير هتلاقي الجيتر ترانسفير بيتغير من ناحيه البانوث بتاعه على حسب انت رسمه او بتعمل له ميجرمنت او بتعمل له سيميليشن وانت مدخل انبوت جيتر عالي ولا انبوت جيتر ايه اقل. كل ما الانبوت جيتر يكبر ايه يحصل ايه للبانوث بتاع اللوب؟ البانوث بتاع اللوب يقل. هي دي اكبر فرق بين اللينير سي دي ارز والايه؟ والنون لينير سي دي ارز. طبعا كل ما الانبوت جيتر يقل هتجيب اكبر بانوث اللوب، اكبر بانوث اللوب اللي هي كانك رجعت اللينير لوب بقى تاني خلاص. فدي كده ايه هي الليمت بتاعك في الاخر. تمام؟ فيمكن ده اكبر بس فرق بين الايه؟ بين الاثنين، ان انت لما تيجي تسيميليت او تميجر جيتر ترانسفير للنون لينير لوبس لازم تعرف انت بتعمله فور ويتش فاليو اوف ايه؟ اوف الانبوت جيتر. طبعا لو عايز الورست كيس، لو انت الورست كيس بالنسبه لك هو اقل بانوث، يبقى لازم تعمل الكلام ده بالايه؟ بالماكسيمم جيتر اللي داخل على اللوب بتاعك. ما هو حصل، ما خلي بالك، ما هي تعال نرجع للرسمه دي تاني. ما هي هي اتز نون لينير خلاص مع زياده الاوميجا، وده اللي حصل. بس النون لينيارتي هي في مين؟ هي في البيهيفير بتاع الفيز ديتكتور، صح؟ بس في الاخر اللوب طلعت لك ايه؟ يعني انا مش عايز اقول انها لينير، بس هي في الاخر الفاي اوتبوت على فاي انبوت، تمام؟ يعني انا ما اقدرش اقول طبعا ان هي كونستنت، لان هي بتتغير مع الايه؟ مع الانبوت فاي. انت لو رجعت بصيت على المعادله دي بقى، ان هي جيتر ترانسفير، صح؟ فالجيتر ترانسفير لو انت في السلوينج ريجن خلاص، الجيتر ترانسفير فانكشن في الاثنين اهو، فانكشن في الاوميجا. يعني كل ما الاوميجا هتزيد هيحصل ايه؟ ها الفاي اوتبوت هيحصل ايه؟ الفاي اوتبوت هتقل، صح؟ او لا لا، ما هي دي الفكره بقى. انا بقول لك انا كاني قسمت البيك تو بيك بتاع الساينوسويدال انبوت على البيك تو بيك بتاع، او البيك تو بيك بتاع الترينجلر اوتبوت على البيك تو بيك بتاع الساينوسويدال انبوت. هي دي الابروكسيميشن، ان هي مش نفس النوع الانبوت والاوتبوت، فاهم قصدي؟ فهي الترانسفير هنا بيريبريزنت بس علاقه البيك تو بيك في الاوتبوت بعلاقه البيك تو بيك في الانبوت، فاهم قصدي؟ بس هي كده انت كلامك صح، يعني كل ما الفريكونسي بتزيد اللوب بتلوز لوك، لان الفاي اوتبوت هتروح للصفر. فاي اوتبوت هتروح للصفر معناها ايه؟ معناها كلوك خلاص مش بتراك اي حاجه، فاهم قصدي؟ فهي سواء الانبوت جيتر زاد او الاوميجا زادت، الفاي اوتبوت هتروح للصفر، تمام؟ طيب تعالوا بقى، يعني كده اتكلمنا على الايه؟ على الجيتر ترانسفير. تعالوا نعمل نفس الكلام للجيتر تولرنس، نشوف الجيتر تولرنس هيفرق بقى ازاي عشان نفهم البيهيفير بتاعها. طيب عشان نفهم الجيتر تولرنس بتاع البانج بانج سي دي ار، كل اللي انا محتاجه ارسم الرسمه بتاعت مين؟ علاقه فاي انبوت بفاي اوتبوت، اللي هي كانت اخر رسمه هنا لو تفتكر، اللي هي دي. فخلاص بس هرسم، هزوم هنا على الرسمه دي، تمام؟ طب الرسمه دي بتقول لي ايه؟ لو انا الانبوت جيتر اهو ساينوسويدال، الاوتبوت جيتر ماله؟ ماشي تراينجلر، ده اللي احنا اثبتناه مع بعض من شويه. طيب حلو، عشان اكتب بقى الايكويشنز دي
اخترت بس الاربيتراري بوينت اللي تي بتساوي صفر هي النقطه دي اللي هي النقطه الاثنين بيتقابلوا عندها خلاص عشان اسهل المعادلات. فساعتها الترينجلر ويف دي خلاص سهله عرفت البدايه بتاعتها بادئه من هنا. اللي عايز اكتب معادله كويسه لي عشان اعرف اكمل اناليسيس هو مين هو فاي انبوت. ففاي انبوت هتبقى المعادله بتاعتها ايه هي فاي انبوت تي كوساين اوميجا فاي تي بس طبعا شفتت كده شويه عشان انا حطيت التايم اكسس بتاعي فين هنا. طب اتشفتت بمقدار قد ايه اللي هي الحته دي صح اللي هي جاما دي اللي هي بلس جاما بس جاما دي انا لسه مش عارفها بس هكتب معادله هجيبها دلوقتي على طول خلاص. طيب عشان اجيب بقى الجيتر تولرنس يبقى لازم اجيب ريبريزنتيشن لمين الفيز ايرور اللي هو ما بين فاي انبوت وفاي اوتبوت صح. فيبقى عايز اشوف الفيز ايرور اللي هو الدلتا فاي ما بين الفاي انبوت والفاي اوتبوت اللي هي المسافه دي. طب من الرسمه دي انت شايف الماكسيمم فيز ايرور فين؟ هيجي في حته ما هنا كده صح يعني اكيد مش هنا. كل ما تمشي اكتر هتلاقي الايرور عمال يحصل له هنا بيزيد اهو صح. طيب فلو انت عايز تبقى فيري اكيوريت لازم تعمل ايه؟ تكتب المعادله دي والمعادله دي وتطرحهم من بعض وتفاضل وتساوي بالصفر عشان تجيب الماكسيمم فيز ايرور حصل فين صح. تمام بس از ان ابروكسيميشن هما بيقول لك بالتقريب كده الماكسيمم فيز ايرور ممكن بدل ما نحسب عند تي بتساوي تي 1 دي ونقعد نعملها بالتفاضل زي ما احنا بنقول يقول لك لا خلاص تعالى ابروكسيميت ان الفيز ايرور دلتا فاي ماكس ده تقريبا هو الفيز ايرور عند النقطه دي اللي هي عند الزيرو كروسنج بتاع مين بتاع الاوتبوت فين خلاص عشان بس نسهل الاناليسيس مش اكتر يعني كنوع عشان بس ايه دي معادلات بسيطه يعني نفهم منها البيهيفير يعني. طب النقطه دي طبعا دي معروفه تي 0 دي هي تي 5 على 4 لان دي ربع البيريود على طول خلاص. يبقى انت الدلتا فاي ماكس هي ده ماينس ده وده بصفر فيبقى هي على طول هتعوض في معادله الساينوسويد الجيتر عند تي بتساوي كام؟ تي بتساوي 5 على 4. يبقى انا كده جبت الدلتا فاي ماكس. يبقى عشان اخلص يعني اعرف حل المعادله دي الانون بس اللي ناقص لي هو مين؟ هو الجاما مش كده؟ طب هجيب الجاما ازاي؟ ارجع بقى عوض في المعادله بتاعت الساينوسويدال، انت عارف ان الاثنين بيتساووا عند تي بتساوي صفر مش كده؟ ارجع عوض بس عند تي بتساوي صفر وقول والله فاي انبوت هتساوي فاي اوتبوت فتي بتساوي صفر هيبقى كوساين ايه؟ هيبقى فاي انبوت كوساين دلتا خلاص؟ ده الفاليو بتاع الايه؟ الانبوت جيتر والفاليو بتاع الاوتبوت جيتر هو مين هنا؟ هجيبه من السلوب اللي هو تي في تي او اي بي في الار مضروب في الايه؟ في التي فاي على 4. فيبقى دي المعادله الثانيه في المجهول الثاني. يبقى انت من المعادله دي عرفت تجيب دلتا ارجع اعوض بس فين؟ في المعادله اللي فوق. يبقى انا جبت اكسبرشن للايه؟ للماكسيمم فيز ايرور خلاص از ا فانكشن اوف مين؟ عشان اجيب الجيتر تولرنس ها از ا فانكشن اوف ايه؟ اوف اوميجا فاي صح؟ هو ده تعريف الجيتر تولرنس هو اكبر اماونت اوف جيتر اقدر استحمله ات ا جيفن اوميجا للايه للجيتر. فده اكبر فيز ايرور هيظهر لك خلاص. الجيتر تولرنس بحط الجيتر الفيز ايرور ده البيك بتاعته يوصل لكام؟ ها البيك بتاعته ان الدلتا فاي ماكس اللي هو الاكسبرشن ده بقى اللي انت حسبته من المعادلات في السلايد اللي فاتت هساويه بمين؟ بهاف يو اي اللي اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت. لما اوصل الدلتا فاي ماكس اللي هي هاف يو اي هاف يو اي طبعا في الفيز اللي هي باي مش كده؟ فهساوي ده بايه؟ بباي. يبقى الماجنتيود بتاع الانبوت جيتر ده هو الايه؟ هو الجيتر تولرنس بتاعي. فيبقى تحل المعادله دي هتوصل لفاي انبوت بي الماكسيمم ده هو ده الايه؟ الجيتر تولرنس بتاعك. خلاص هتيجي تبص على الايكويشن دي هتلاقي طلع لك حاجه بروبورشنال لواحد على اوميجا تربيع وجذر. تمام؟ طب ده معناه ايه؟ تعال نفكر كده في الايكويشن دي. At very high frequencies as omega tends to infinity. لو الجيتر فريكونسي تعلى جدا الترم ده هيبقى بكام؟ بصفر. يبقى التولرنس بتاعك كام؟ باي اللي هو مين؟ اللي هو نص يو اي. فيبقى كده شكل الدنيا بقت منطقيه ثاني صح؟ ات فيري هاي فريكونسي الجيتر تولرنس هيبقى ايه؟ هاف يو اي اللي هي باي. طيب لما الفريكونسي بقى تبدا تقل يحصل ايه؟ الجيتر تولرنس هيزيد مش كده؟ هيزيد بسلوب قد ايه؟ دي جذر واوميجا تربيع يبقى سلوب قد ايه؟ 20 دي بي بير داي. يبقى يعني لو انت بتبص لها من الشمال لليمين يبقى كانه هنا بينزل بسلوب نيجاتيف ايه 20 دي بي بير ايه بير ديكيد. تمام؟ طيب بس في حاجه غريبه شويه
ما ظهرليش زي الايه السكند اوردر سي دي ار الجزء بتاع المين بتاع النيجاتيف 40. يعني الاناليسيس اللي عملناه مع بعض ده ظهر لي انهي جزء بس الحته الفلات والنيجاتيف 20 صح كده ولا لا؟ طيب قبل بس ما نسيبها هل اعرف اجيب الكورنر فريكوينسي دي ولا لا من الاناليسيس اللي احنا عملناه ده؟ الكورنر فريكوينسي دي هجيبه منين؟ من هنا على طول. ما هي كانها هي يعني ايه النقطه لو يعني كان ده عكس اللو باس فلتر ده هاي باس بيزيد صح؟ فهساوي ده بباي بس مضروبه في ايه؟ في جذر 2 ان هي زادت ب 3 دي بي يعني مش كده؟ كان دي 3 دي بي فريكوينسي اللي هي بتريبريزنت البول ده يعني تمام؟ فهعوض هنا هجيب بس قيمه الايه الاوميجا 1 فتعرف تربط قيمه الاوميجا 1 بالايه باللوب بارامتر بتاعك خلاص. طيب سؤال بقى ليه ما طلعناش الجزء ده بتاع نيجاتيف 40 زي بتاع لينير؟ ايه الاسامبشن اللي عملناه لطياره الكاب بالظبط كده؟ احنا افترضنا ايه؟ افترضنا في الاناليسيس في الاول خالص ان الكاب كبير جدا او الفريكوينسي بتاعت الجيتر عاليه قوي على مين؟ عن على ان الكاب يشحن ويفرغ صح؟ فكان الاناليسيس بتاعي مش فالد في اي حته في الفيري لو فريكوينسي. ليه؟ لان الفيري لو فريكوينسي الكاب هيشحن يفرغ ولا لا؟ هيبقى عنده انف تايم هو ايه؟ يشحن ويفرغ. طيب هاخد بقى ده انتو اكونت ازاي؟ أنا لو الكاب هيشحن ويفرغ هعملها ازاي؟ ايه اللي هيختلف بقى في المساله؟ لا بالظبط الكاب هيعمل انتجريشن صح؟ طب الاول بقى المره دي ههمل مين بقى؟ يعني لو رحت بقى في الاكستريم الثاني اللي هو الفيري لو فريكونسي انهي فولتج هيبقى اكبر؟ الاي في الار ولا الفي كاب؟ يعني لو انت هنا بتمشي كرنت لفتره طويله قوي في الايه؟ في الكاب يبقى ده هيشحن بمقدار كبير جدا اكيد هيبقى اكبر قوي من مين؟ من الفاريشن بتاعت البلس اي في ار. فساعتها عشان از ان ابروكسيميشن ممكن ايه؟ اهمل البلس اي ار وافترض ان الجزء ده ثابت وافترض ان الكرنت ده بس بيعمل ايه في الكاب؟ بيشحن الكاب لينير. يبقى الفولت المره دي اللي داخل البي سي او بدل ما كان زمان سكوير ويف بقى ايه؟ تراينجل. طب لو الفولت اللي داخل البي سي او تراينجلر يبقى الفريكونسي بتاعته برضو ايه؟ المره دي تراينجلر. يبقى الفيز المره دي ايه؟ بارابوليك بقى اللي هو سكوير هيمشي بقى مع ايه؟ مع سكوير تمام؟ فلو جيت ارسمها هتلاقوا الاناليسيز هو رزافي عاملها في البيبر ماشي ازاي؟ راسم لك الفاي اوتبوت ان هي ماشيه ايه؟ بارابوليك كده از ايه؟ سكند اوردر ايكويشن تمام؟ تقدر بقى طبعا خلاص انت عارف السلوب هتجيب بقى من السلوب بتاعها تقدر تجيب الفاي اوتبوت بيك وترجع تترحم الفاي انبوت وتجيب الجيتر توليرنس بنفس الطريقه اللي عملناها في الايه في السلايد اللي فاتت. هتلاقي بقى ظهر لك هنا الترم الايه الترم التربيع المره دي. طبعا تقدر تعمل بقى الاكزاكت اناليسيس لو انت مش عايز تهمل. يعني احنا عملناها مره ايه مره فيري لو فريكوانسي ومره ايه فيري هاي فريكوانسي. انت لو عايز تعملها تقدر تعملها سهله ان تعمل الاثنين مع بعض مش فارقه يعني هيطلع بس شكل غريب بقى مش يعني هيبقى ميكس بين الترينجلر والايه والسكوير فانكشن يعني تمام. فالترم ده زي ما اتفقنا هو اللي هيجيب لك الايه ال 40 دي بي بير ديكيد. طبعا جيفن بقى ان انا عرفت المعادله دي اعرف اجيب بقى الكورنر فريكوانسي الثانيه دي ولا لا. هساوي الايه المعادله دي بالمعادله دي اجيب الانترسبت او بوينت ما بين الاثنين ريجنز دي فاعرف اجيب الاوميجا 2 اللي هي الني فولتج اللي في الايه في الجيتر توليرنس بتاعت البانج بانج ايه سي دي ار. هي دي البيبر يعني معلش مش كاتب الاسم كامل يعني هي اسمها 10 جيجا بت بير سكند الكسندر فيز ديتكتور كانت منشوره في جورنال سوليد ستيت في 2004. ولو تاخد بالك دي الداي فوتو بتاعته خلاص هو مستعمل نفس الاركتكتشر اللي اتكلمنا عليها للفيز ديتكتورز والفليب فلوبس والاكس اورز. ايه اللي واضح قوي هنا من الرسمه يعني لو حد فيكم واخد باله؟ اندكتورز خلاص يعني كل الاكس اورز والفليب فلوبس اللي كنا بنتكلم عليها دي هو عامل اندكتيف سبيكينج تكنيك فيها عشان يعرف يجيب الايه البانوت دي في جيفن التكنولوجي دي. انا مش فاكر يعني صراحه البيبر دي كانت تكنولوجي ايه. الحاجه اللي هو موريها لك هنا موريك الكورليشن ما بين الميجرد جيتر ترانسفير والسيميوليتد. السيميوليتد اللي هو المنقط ده اللي احنا استنتجناه بالاناليسز البسيط اللي عملناه وورينا ان الجيتر ترانسفير فانكشن في مين؟ في الانبوت جيتر. فهو وراك فعلا ان هو جيتر ترانسفير فور ديفرنت فاليوز اوف ايه؟ اوف انبوت جيتر ووراك فعلا ازاي البانوث بتاع الايه؟
بتاع ال CDR loop بيتغير مع الايه مع الانبوت جيتر او بي ال. تمام. ونفس الكلام برضو ده نفس الكومباريزن ما بين الميجر جيتر تولرنس خلاص والايه والجيتر تولرنس اللي هو بريدكتد بالايكويشنز اللي كنا بنتكلم عليها. طبعا الفرق بس اللي واضح قوي ان في الهاي فريكوانسي الايديال اناليسيس بتاعنا بيفترض ان مفيش مارجن محتاجه لمين للست اب تايم والهول تايم والراندم الراندم يعني الفيز نويز بتاع البي سي او. فاحنا الاناليسيس بتاعنا مفترض ان ده هيفلاتن على ايه هاف يو اي. لكن هو في الريل بقى سيركت لا في حاجات بتليمت الهاي فريكوانسي ايه جيتر تولرنس بس تاخد بالك ان البيهيفير بعد كده ايه بيقرب من بعض يعني. تمام. طيب اي اسئله لحد دلوقتي؟ كنت كاتبها فعلا. هي انا يمكن هي دي بس انا مش فاكر بقى انا ليه كاتب هناك. لا صح غالبا هي ده كان فعلا اسم البيبر. ده اسم بيبر صح. يعني هي بصراحه من البيبرز الحلوه قوي اللي هي شرح الاناليز ده كويس جدا. وعلى فكره برضو رزابي ليه كتاب انا متهيألي كنت قلت لكم في الاول خالص كان ليه كتاب اوبتيكال برضو يعني شرح فيه برضو الكلام ده حلو. بس الاناليز بقى بتاع يعني هو في الكتاب شرح اكتر اللينير لوب والاناليز بتاع اللينير لوبس مركز عليه في الكتاب. البيبر دي هو اللي شرح بقى فيها النون لينير اناليسز بتاع الايه البانج بانج سي دي ار. هي دي البيبر اصلا غالبا ده يمكن ما مش فاكر حته من التايتل او حاجه مش فاكر كنت جايبه منين صراحه. طيب تعالوا نتكلم بقى على اخر توبيك عندنا في المحاضره دي بتاع الايه بتاع الهاف ريت او الكوارتر ريت فيز ديتكتور. زي ما كنا اتكلمنا في اول سلايد خالص كنا اتفقنا ان انت ايه لما التكنولوجي تبقى عايز تشتغل عند الديتا ريت اعلى قوي من البيت ريت ديفايدد باي الاف تي بتاعتك معظم الناس غير انها تتجه للبانج بانج او النون لينير فيز ديتكتور بتروح للايه للهاف ريت او كوارتر ريت سي دي ار. طبعا بس قبل ما نخش في ده واضح ليه البانج بانج سي دي ار احسن للهاي سبيد ولا لا؟ اهم نقطه هي ايه في البانج بانج سي دي ار؟ ها يعني ايه اهم نقطه هنا كومبيرد لللينير؟ ان انت بغض النظر ال يعني جيفن ان انت شغال عند الداتا ريت معين البلسز اللي بتطلع من الفيز ديتكتور هنا عرضها بكام؟ 1 تي كلوك. يعني ده اهم ادفانتج في النون لينير سي دي ار اللي مخليها تعرف تشتغل عند فريكوانسيز اعلى كومبيرد مين؟ من اللينير. اللينير زي ما اتفقنا محتاج الفيز ديتكتور يطلع بلسز مالها عرضها رفيعه جدا صح. فصعب قوي انك تشغلها عند فريكوانسي اعلى جيفن ا سيرتن اف تي في التكنولوجي. اللي حل لك المشكله دي في النون لينير هو مين؟ هو الحته دي ان النون لينير مش لازم يتعامل مع بلسز رفيعه صح. هو البلس اللي خارجه من الفيز ديتكتور هي عرضها كام؟ هي التي كلوك على طول صح. طبعا هو مقابل كده طير لك الانفورميشن بتاعت الايه الماجنيتيود دي قصه ثانيه بقى مش كده. بس هو ده السبب الاساسي اللي مخلي الناس تروح اكتر لايه للنون لينير سي دي ار عشان مش محتاجه تتعامل مع الايه الفيري شورت بولسز دي زي ما كنا بنقول. طيب جيت بقى انت عايز تعلي السبيد اكتر تمام. الناس تبدا بقى تروح لايه زي ما اتفقنا هاف ريت او كوارتر ريت. طيب ايه الفكره بقى من الهاف ريت او كوارتر ريت؟ هو بيقول لك طيب انا ليتس سي انا عايز ديزاين سي دي ار تشتغل عند 40 جيجا بت بير سكند زي اللي في الرسمه دي. فانت لو كنت هشتغل بالتفكير الاصلي بتاعي كنت اقول خلاص انا عايز ديزاين في سي او شغال عند كام؟ 40 جيجا بت بير سكند عشان اسامبل دايما على البوزيتيف ايدج بتاعه مش كده؟ فقال لك طب يعني كده هتبقى صعب. ليه؟ لان في تشالنجز ان انت الديزاين البي سي او كل ما الفريكونسي بتاعته بتعلى بيبقى اصعب ان انت تعرف تجيب تيوننج رينج عالي وتعرف تجيب ايه بتعرف تجيب فيز نويز بيرفورمانس كويس. الى جانب طبعا ان انت محتاج تديزاين فيز ديتكتورز او فليب فلوب برضه شغال عند ايه الهاي سبيد
فبالتالي برضو في بينالتي عاليه في الايه في الباور كونسامشن وممكن في الاريا لو احتاجت تعمل ايه اندكتورز مش كده. طيب فالناس بدات تفكر طب ليه الجا ان انا اسامبل بس على البوزيتيف ايدج، طب ليه ما اخليش الفي سي او بتاعي يرن عند فراكشن من السبيد يعني زي هنا مثلا 1 ل 4 بس اطلع منه ديفرنت فيزز. خلاص بمعنى ايه؟ لو انا شغال فول ريت انا بسامبل دايما على البوزيتيف ايدج اللي هي الفيز 0 صح. طب الفيز اللي بعده اللي بسامبل عليه هيبقى كام؟ 360 اللي هو السايكل اللي بعدها. طب لو انا عايز اشتغل هاف ريت قال لك طب ايه رايك لو انت طلعت من الفي سي او بدل ال يعني بدل ايه بدل ما هسامبل على الزيرو و360 لا ايه رايك لو هسامبل على الزيرو وعلى ايه على ال180 يبقى انا كده ايه هاف ريت. طب كوارتر ريت يبقى سامبل على ايه 0 90 180 270 وهكذا. خلاص فهي دي الفكره كلها ان انت خلاص قال لك هرن الفي سي او عند ربع السبيد بس طلع منه الزيرو وال90 والايه وال180 وال270 خلاص فطلع منه مالتي فيزز. طب تعالى بقى نتخيل انا دلوقتي هنا عايز ديزاين، تعالى نفترض يعني ان انا عايز ديزاين الكسندر فيز ديتكتور. الكسندر فيز ديتكتور محتاج الفيز اللي في النص كمان صح، يعني لو انا فول ريت كان الكسندر بيسامبل عند كام وكام الزيرو وال180 اللي هي الايدج والديتا اللي بعدها اللي هي 360 يبقى انا لو انا هاف ريت هيبقى ايه هيبقى 0 90 مش كده 180 وهكذا. فيبقى الكوارتر ريت هيمشي ازاي؟ هيبقى 0 45 90 135 وهكذا. اللي في النص ده اللي هو مين؟ اللي هو الايدج سامبل تمام. فيبقى تعالى لو تخيلت كده ال 40 جيجا بت بير سكند يبقى ال 1 يو اي بتاعتها كام مقلوب ال 40 اللي هو 25 بيكو سكند صح. فال 1 يو اي اللي هي من هنا لهنا 25 بيكو سكند. فهو هنا الالكسندر اللي هو رسمه لك هيسامبل الداتا دي على كلوك 0، الداتا اللي بعدها على كلوك كام 90، اللي في النص دي اللي هي مين اللي هي الايدج تمام. يبقى اذا اقدر اجنريت بقى ايه الديفرنت فيزز دي وريلاكس الريكويرمنتس على السبيد بتاعت الايه البي سي او. بس الفكره بقى كلها ان انا اعرف اطلع الايه المالتي فيز اوتبوت بتاعتي دي تمام. طب ايه اللي هيتسهل كمان غير ده؟ يعني اسيومنج بقى خلاص انا عرفت ديزاين بي سي او يطلع لي ده، طبعا ايه اسهل نوع بي سي او تقدر تطلع منه الفيزز دي كلها؟ الرينج اوسيليتور. لو عملت رينج اوسيليتور باي نيتشر هو اصلا في ايه في شيفت طالعه منه خلاص. طبعا مش شرط بس يبقى رينج، يعني في ناس بتعمل هنتكلم بعد كده على اركيتكتشرز مختلفه بس ممكن تقدر تعمل ايه تطلع زي فيز روتيتورز تجيب ديفرنت فيزز من الايه من الاوسيليتور بتاعك زي ما انت عايز يعني تمام. فممكن تعمله عادي بال سي بس بيبقى اسهل ان انت يبقى عندك ايه رينج يطلع لك المالتي فيز على طول. الميزه الثانيه بقى ايه ان الفيز ديتكتور ده شغال على اني فريكوانسي برضه شغال عند الديفايدد فريكوانسي مش كده. بس الفرق بقى ايه البنالتي ضربت عددهم بالظبط. بدل ما كان زمان عندك فيز ديتكتور واحد شغال ات فول ريت بقى عندك اثنين لو انت شغال ات ايه هاف ريت او اربعه فيز ديتكتور لو انت شغال ات ايه كوارتر ريت تمام. فانت يتريدد اوف اكسترا اريا خلاص بالايه بان انت يريلاكس السبيد ريكويرمنت خلاص. بس الباور كونسامشن ممكن تكون كسبت فيها لان الباور كونسامشن انت زودت عددهم بس ممكن الريلاكسيشن في السبيد ده يخليك تعرف تديزاين ات وذ لوور باور. فالباور هتبقى على حسب بقى ايه عرفت الديزاين فيز ديتكتور كويس افيشنت ولا لا يعني تمام. طيب هعمل بقى ازاي؟ هو السؤال بقى دلوقتي هعمل ازاي فيز ديتكتور يشتغل بهاف ريت؟ بالظبط كده. يعني بص هنتكلم عليها دلوقتي حالنا كان يعني فيرتشوالي كده كان عندك اربعه منفصلين بس هي لا الحقيقه بقى زي ما تشوف دلوقتي هتبقى ابسط كمان. ليه؟ لان هتبدا تلاقي ده ايه ده انا كنت بعمل مثلا الفيز ديتكتور بفليب فلوب. هتبدا تلاقي بقى لو انا فكيت الفيز ديتكتور بلاتشز ممكن استعمل النودز اللي في النص فاعرف اسمبليفاي الدايره وده يعني اديني بس دقيقه واحده هتشوفها في السلايد اللي جايه يعني. خلاص
طيب اول حاجه بس سريعه كده يعني هي بس بيوريك هنا في السلايد دي ان ان انت لو خدت ال very simple دي فليب فلوب بيز فيز ديتكتور اللي هو كان زمان بندخل الداتا على الكلوك ونسامبل الكلوك بالداتا بس كل اللي انت هتعمله انك هتغير الكلوك تخليها هنا ايه هاف ريت بدل ما كانت فول ريت زمان صح مش احنا اتفقنا ده كان ممكن يشتغل از فيز ديتكتور فاكرينه ولا لا فهنا قال لك بس كل اللي انت عمله غير الكلوك ريت خليها ايه هاف ريت خليها يعني البيريد بتاعه الكلوك بقى ضعف التي بتاعي صح هتيجي تبص هتلاقي مثلا هو رسم لك هنا سيناريو مثلا ان حسب طبعا انت عايز سينكرونايز مين مع مين بس لاس اسيوم يعني عايز سينكرونايز الرايزنج ايدج مع الرايزنج ايدج فهو رسم لك هنا ان الداتا متاخره فجي سامبل لقى في مره جات له كلوك هاي المره اللي بعدها جات له كلوك ايه لو يبقى اذا الفيز ديتكتور ده بتاعه ماله مش شغال صح ليه لان هو الفيز شيفت ثابت اهو صح بس مره عمال يطلع لك هاي ومره عمال يطلع لك ايه لو فالفيري سمبل فليب فلوب ده هيفيل ان هو يشتغل از ايه از هاف ريت فيز ديتكتور فلازم نشوف لنا حاجه ثانيه طيب تعالوا بقى نرجع للايه للمحاضره اللي فاتت اللي هو لينير فيز ديتكتور اللي هو الهوك فيز ديتكتور لو خدت برضو الهوك فيز ديتكتور بتاعنا اللي اتكلمنا عليه السلايد المحاضره اللي فاتت ودخلت عليه الداتا دخلت عليه كلوك بس المره دي غيرت الكلوك دخلتها برضو ايه هاف ريت تمام هرسم برضو الايه الاوتبوت بتاعت البي والاي خلاص هتيجي تلاقي نتيجه الايه نتيجه الريت المختلف بتاع الكلوك ان والداتا از راندوم صح فممكن انا اجيب لك سيناريو والله كلوك ليت اهي بس جيت هنا سامبلت واحد جيت هنا برضو سامبلت 1 رغم ان حصل ترانزيشن في النص بس انا ما شفتوش ليه لان انا شغال بهاف ريت كلوك فالبي سيجنال مطلعها ايه هنا 1 على طول فبالتالي الاي سيجنال مطلعها ايه 1 على طول طب يبقى البروبورشنال بالسز اللي هي كانت بتطلع من الاكس اور دي مش هتطلع لي اي بالسز هتفيل انها ديتكت اصلا ان حصل ايه ترانزيشن فبالتالي برضو الفيري سمبل امبلمنتيشن بتاع الهوك فيز ديتكتور اللي عملناه المحاضره اللي فاتت ده هيفيل از هاف ريت فيز ديتكتور خلاص طيب هنعمل بقى ازاي الهاف ريت فيز ديتكتور برضو في فيز ديتكتور مبني على الهوك فيز ديتكتور بس بيستعمل تو لاتشز بقى بدل تو فليب فلوب خلاص ايه فكرته هياخد الداتا خلاص هيدخلها على تو لاتشز اللاتش L1 وL2 L1 شغال بالكلوك وL2 شغال بالايه بالكلوك بار خلاص الاسامبشن بتاعه في الرسمه هنا ان ال L1 ده طول ما الكلوك هاي هو ترانسبيرنت فاي حاجه بتحصل هنا هتظهر هنا اول ما الكلوك تبقى لو خلاص ده ثابت ده هيلاتش خلاص طبعا العكس بالنسبه للايه للي تحت طيب فتعال نبص على السيناريو اللي هو رسمه هو رسم هنا ان الكلوك متاخره شويه ريليتيف للداتا بايه بدلتا تي او بدلتا فاي طب ايه اللي هيحصل تعالوا نرسم السيجنال اي والسيجنال بي خلاص طيب السيجنال اي ماشيه مع اللاتش 1 فدي لما الكلوك بدا هاي هي ماشيه ازاي بتراك مين بتراك الداتا صح فاول ما الداتا طلعت لفوق هنا هي حصل لها ايه الاي طلعت معاها صح طيب فخلي بالك الاي طلعت قبل الكلوك بكام بدلتا تي اللي هي الشيفت بين الكلوك والديتا طب وفضلت هاي الكلوك نزلت لو اول ما الكلوك نزلت لو ايه حصل لها ايه لاتش خلاص مش هتتغير تاني فضلت بقى ثابته رغم ان الديتا حصل لها ايه هنا نزلت بس الاي فضلت ثابته لان الكلوك مالها عامله لها لاتشنج طب فعرض الاي بلس بيساوي ايه هنا ها هيساوي تي كلوك زائد ايه او تي كلوك على 2 طبعا لان دي هاف ريت كلوك صح فتي كلوك على 2 زائد الدلتا تي فدي اهم خاصيه في الاوتبوت ايه ده دلوقتي ان العرض بتاع البلس اللي خرجت عليه هي تي كلوك على 2 بلس دلتا تي طب تعال نبص على البلس الثانيه اللي هي البي البي ماشيه بقى العكس هي ماشيه لما الكلوك لو هي ترانسبيرنت خلاص فهي بدات هنا كلوك هاي فهي لاتش خلاص ما اتغيرتش رغم ان الداتا حصلها ايه هنا الداتا هنا اتغيرت صح بس هي ما اتغيرتش طب اتغيرت امتى لما الكلوك نزلت لو بدات تتراك الداتا دي صح طيب يبقى البي اتغيرت امتى اتاخرت بقد ايه بدلتا تي في التغير تمام فضلت ماشيه هنا بتراك مين
بتراك الداتا لان كلوك لو فالداتا نزلت لو راح نازله معاها. طيب البي هنا طلعت لك بالس عرضها قد ايه بالظبط تي كلوك بس اتطرح منها دلتا تي. فهي دي كل الكونسبت ان الاي بالسز عرضها تي كلوك على 2 بلس دلتا تي والبي بالسز عرضها تي كلوك على 2 ماينس دلتا تي. طيب لما اجي بقى اخد الاثنين دول على اكس اور تعالى ببص عليها هنا هيطلع لي هنا فالس عرضها ايه على طول دلتا تي صح ليه لان دي سبق الدي بالايه دلتا تي. نفس الكلام هنا بس العكس دي هتلاقي نزلت متاخره دلتا تي ريليتيف لايه لدي فطلع لي فالس ثانيه هنا عرضها ايه دلتا تي. فيبقى الميزه ان الاكس اور دي بتاكت از ان ايدج ديتكتور ولا لا مع كل ترانزيشن للديتا طلعت لي قصادها ايه هنا فالس وعرض الفالس قد ايه الدلتا تي اللي هي الفيس شيفت ما بين الايه الداتا للكلوك. يبقى دي بالظبط كده دي لينير فيز ديتكتور ولا لا لينير فيز دي نفس الاوبريشن بتاعه الهوج فيز ديتكتور اللي طلعت منها البروبورشنال بالسز صح. طب يبقى عشان الفيز ديتكتور يكمل ناقص ايه الريفرنس بالسز بالظبط. اجيب بقى الريفرنس بالسز ازاي ها هزود تو لاتشز كمان وراها. ليه هزود تو لاتشز؟ الجزء الاولاني من الرسمه ده هو هو بالظبط صح. فاي اوتبوت 1 هي البروبورشنال بالس صح. طيب تعالى بقى نبص على دي اوت 1 ودي اوت 2. انا عملت ايه هنا؟ انا كنت حاطط لاتش 1 شغال على البوزيتيف ايدج او على البوزيتيف كلوك ولاتش 2 او لاتش 3 سوري حطيته عكسه على النيجاتيف يعني شغال بالنيجاتيف كلوك. الاثنين دول ورا بعض عباره عن ايه؟ دي فليب فلوب صح كده؟ ده عباره عن ايه؟ دي فليب فلوب. طب واللي تحت ده عباره عن ايه؟ ها بالظبط arising edge دي فليب فلوب و falling edge ايه دي فليب فلوب. فيبقى الدي اوت 1 والدي اوت 2 كاني هعمل ايه هسامبل الداتا دي مره على الرايزنج هجيب دي اوت 1 ومره على الايه على الفولينج اجيب ايه دي اوت 2 وبعد كده ادخلهم على اكس اور ايه اللي يحصل هيطلع لي فالس عرضها قد ايه تي كلوك على 2 صح. ليه يعني انت لما تسامبل نفس الداتا ستريم مره على البوزيتيف ايدج ومره على النيجاتيف ايدج يبقى فرق الديلي بينهم بقى قد ايه بقى المسافه دي من البوزيتيف للنيجاتيف اللي هي قد ايه اللي هي تي كلوك على 2. طب خد بقى النتيجه دي دخلها على اكس اور هيطلع لك الاكس اور امتى البوزيتيف فالس في الحته اللي هم مختلفين عن بعض فيها اللي هي تي كلوك على 2. فيبقى اذا دي اوت 1 ودي اوت 2 دول لو حطيتهم على اكس اور هيطلع لي دايما فالسز عرضها ثابت بتساوي ايه تي كلوك على 2 عند كل ترانزيشن مع الترانزيشن ده طلع لي ايه فالس وهكذا. فيبقى ده كده في اوت 2 كان اكت از ايه از الريفرنس فالسز بالنسبه لي تمام. فبالتالي اقدر بالطريقه دي ابني ايه ابني اهوج او لينير فيز ديتكتور خلاص. وخدت بالك ان الامبلمنتيشن طلع ايه بسيط جدا يعني فعلا ما احتجتش دبل ريلي الهاردوير يعني زي ما كنا ايه بنتكلم قبل كده يعني تمام. طيب اللي ناقص بس ايه تعال نبص على علاقه في اوت 1 بفي اوت 2 اندر لوك كونديشن عشان بس ايه شكل البلسز كده مش قد بعض صح ولا لا يعني تعال نرسمها في اللوك كونديشن خلاص. فلو قعدنا بس البلسز هنا اندر لوك اندر لوك هنا انا عرفته ان الرايزنج ايدج بتاع الكلوك فين في نص الاي دايجرام بالظبط خلاص. فهلاقي ال دي الاي بالسز ودي البي بالسز خلاص يعني اللي هي اللي خارجه من لاتش الاول واللي خارجه من لاتش الثاني والفي اوت 1 هي الاكس اور ما بين مين الاي والبي. فهتلاقيها دي اللي مطلعه لي البالسز اللي اتفقنا عليها اللي هي عند كل ايدج مطلعه 1 بالس الايدج اللي بعده في ترانزيشن طلعت انذر بالس فدي البروبورشنال بالسز. بس هنا البروبورشنال بالسز عرضها قد ايه؟ تي كلوك على ايه؟ تي كلوك على 2 خلاص. الريفرنس بالسز اللي هي في اوت 2 هيطلع لي عرضها قد ايه هنا؟ هيطلع لي عرضها تي كلوك مش تي كلوك على 2. فده بس الفرق بين الهوج فيز ديتكتور الهاف ريت والفول ريت ان اندر لوك كونديشن عرض البروبورشنال والريفرنس ما طلعوش ايه؟ قد بعض. ليه؟ لان واحده جايبها من ايه من الهاف ريت كلوك
والثانيه جايبها ان انا دخلت على فليب فلوب وفليب فلوب جابت لي المسافه بينهم قد ايه تي كلوك على 2 تمام. ففرق الضعف ده اقدر اعوضه بسهوله ازاي في التشارج بامب. مش انا التشارج بامب هتعمل ايه في البالسز دي؟ ها بالظبط هتروح تطرحهم. فانت لقيت بس ان العرض ده اندر لوك بقى نص العرض ده, فيبقى الكرنت سورس اللي انت هتشغل بيه البروبورشنال بالسز اعمل ايه في الجيم بتاعه؟ اضربه فاكتور اوف 2 عشان اندر لوك كونديشن فعلا يبقى ايه عرض البالسز ما يشحنش الكاباستور ولا ايه ولا يفرغ الكاباستور بتاع الايه البي تي او تمام. فده بس الفرق ما بين الهاف ريت هوج فيز ديتكتور والايه والفول ريت فيز ديتكتور خلاص. اخر واحد بقى يعني ده بسيط جدا لان مش هنخش بقى في تفاصيل ال امبلمنتيشن بتاعته. الالكسندر فيز ديتكتور برضو تقدر تعمله ببساطه جدا ان انت تسامبل على مالتي ايدجز. احنا هنا هرسمه كونسبتشوال بس مش هنرسمه بقى بالتفصيل يعني. فهي اجين كل فكرته ان انت عايز تاخد كذا سامبل, فلو هو هاف ريت يبقى انا لازم يبقى عندي سامبل على البوزيتيف ايدج تديني A1 اللي احنا كنا بنسميها هناك S1, والسامبل الثانيه S3 هتبقى المره دي على النيجاتيف بتاعه الاي اي اللي هي الان فيز كلوك. هنا بقى نسميها ان فيز كلوك وكوادريتشر كلوك. الكوادريتشر كلوك مقصود بيها الكلوك اللي بجيب منها الايدج سامبل, الان فيز كلوك مقصود بيها الكلوك اللي بجيب منها الايه الداتا سامبل خلاص. ده في الهاف ريت امبلمنتيشن ساعات الناس بتستعمل الترمينولوجي يعني خلاص. فساعتها بس كل الفكره انك البوزيتيف ايدج بتاع الكيو, والفرق طبعا بين الان فيز والكوادريتشر في شيفت قد ايه 90 درجه. فانت بس هتشيفت دي ايه 90 درجه طبعا ممكن يبقى طالع لك من رينج اوسيليتر زي ما اتفقنا خلاص. هيمبلمنت الكلام ده ازاي؟ يعني سيمبلي كده كانك هتاخد الداتا ستريم مره تسامبلو على الرايزنج ايدج بتاع الان فيز ومره على الفولينج ايدج بتاع الان فيز, يبقى جبت A1 وجبت ايه A3. الثالثه هتاخد الكوادريتشر فيز كلوك هتجنريت الايه الاي 2 وتدخلهم برده على نفس الاكس اور بالظبط خلاص. ايه بس التريكه بقى اللي احنا مش مورينها هنا؟ السينكرونايزيشن. فاكرين السينكرونايزيشن عملناه في الفول ريت؟ لان كده التايم مش مظبطه صح كده, دي طالعه عند وقت ودي طالعه عند وقت ودي طالعه عند ايه عند وقت. فلما تيجي بقى تبص عليها هتلاقي الناس بقى بتزود شويه لاتشز بس زياده قبل ما تدخل الكلام ده على الايه على الاكس اورز عشان تظبط الالاينمنت ما بين الايه ما بين البالسز دي كلها قبل ما تخش على الاكس اور بتاعها بس. فده يعني بس الايه الفرق يعني بس يعني مش هنخش بقى في تفاصيلها دي, ممكن تلاقوها في بيبرز بقى كل واحد بيعملها على حسب بقى الايه الامبلمنتيشن بتاعه يعني تمام. بس كده احنا تقريبا ايه خلصنا الجزء بتاع النون لينير فيز ديتكتورز واللوب اناليسيس يعني. ان شاء الله يبقى لنا بقى ان شاء الله محاضره الاسبوع اللي جاي تبقى اخر محاضره نتكلم فيها بقى على الديفرنت اركيتكتشرز يعني تبقى يعني حاجات جنرال شويه غير يعني احنا اتفقنا هنركز اكتر على البي ال ال بيز والاناليسيس بتاعه. هنحاول بقى المحاضرات الجايه نتكلم على الديفرنت اركيتكتشرز وممكن نتكلم شويه على الايه على ال يعني بريفلي على الاناليسيس مش هنتكلم بقى ان ديبث قوي زي ما عملنا في النوعين دول يعني. في اي اسئله في محاضره النهارده؟ ماشي شكرا على حضرتك.